صبحكم الله بالخير وحياكم الله معنا في حلقة جديدة من حلقات برنامج صباح الخير يا كويت، وبداية انطلاق البث البرامجي لبرامج تلفزيون دولة الكويت وشاشة القناة الأولى. صبحكم بالخير دانا، وصبحك بالخير أسماء. صباح الخير هاشم ودانا، وأكيد نصبح على السادة المشاهدين في بداية الأسبوع وحلقة جديدة من برنامجكم صباح الخير يا كويت. وأكيد إن شاء الله اليوم راح تكون عندنا الكثير من المواضيع والفقرات، ولكن خلوني أيضا أصبح على زميلتي دانا. صباح النور. صباح الخير أسماء وهاشم، وصبحكم الله بالخير مشاهدينا وكل من يتابعنا على شاشة تلفزيون دولة الكويت. حلقة جديدة، حلقة بداية الأسبوع، ومن برنامجكم صباح الخير يا كويت، ومثل ما عودناكم بمواضيع متنوعة. لكن في البداية عندنا موضوع يعني جدا أليم وأحزننا وايد هاشم. رد الزيارة آية الأسمر يا زين، ودعتها وطن النهار صوت الجريح. أصعب ما يمكن أن ينطقه اللسان هي كلمات الوداع، وأكثرها ألم ووجع هو أمر الله سبحانه وتعالى، وهو القضاء والقدر اللي كلنا مؤمنين فيه ومسلمين أمرنا لله فيه. أكيد هاشم، عزائنا اليوم هو عزاء البيت وأفراده، عزاء أجيال وذكريات ومواقف وحكايات. الفنان القدير عبد الكريم عبد القادر الصوت الجريح في ذمة الله. إنا لله وإنا إليه راجعون، وعظم الله أجرنا وأجركم، وداعا الصوت الجريح. يعني أكيد فزعنا على هذا الخبر اللي تداولوه بالأمس يعني في وسائل التواصل الاجتماعي وعبر أكيد التلفزيون، وفاة الفنان القدير رحمة الله عليه الفنان عبد الكريم عبد القادر، وكلنا ألما يعني بوداعة وفراقة، ولكن هذا أمر الله سبحانه وتعالى. إن لله وإنا إليه راجعون. وما ننسى يعني يمكن الكلمات اللي أثرت فينا من وإحنا صغار لكبرنا وعبر الأجيال، يعني مو بس نقول الجيل اللي قبل، حتى الجيل اللي سبقنا يذكر كلمات الأغاني، وخصوصا يمكن الأغاني الوطنية وأبرزها وطن النهار يعني في قلوبنا كلنا يعني ككويتيين رحمة الله عليه. يعني الإنسان أكيد يترحم عليه، ولكن في داخل قلبنا يعني كذي وجع على هذا الفراق. في ألم وفي فراق، وفي كلمات أغنية وداعية يا آخر ليلة تجمعنا، هذه الأغنية اللي كل الكويت يعني فجعت مثل ما يقولون عليها، إنزين، مؤمنة بقضاء الله وقدره. مساء الجمعة يوم انتشر الخبر مثل ما قالت أختي أسماء، فإن لله وإنا إليه راجعون. أكيد وداعية، يعني وداعية يا أبو خالد مثل ما يقولون، والله يرحمك. أكيد ذكريات وأغاني يعني الكل تغنى فيها والكل حفظها واستانس عليها، وأكيد مثل ما قال هاشم وطن النهار يعني أغنية جدا يعني كبيرة وعظيمة الكل حافظها. طبعا هذا اليوم جدا أليم كان على الكويتيين جميعا، وعلى أكيد الأسرة الفنية، والقام هو يعتبر من القامة الفنية الكبيرة طبعا، فمسيرة أكثر من 60 سنة يعني من العطاء، هذه يعني جدا أليمة وحزينة. احنا عندنا تقرير بنشوفه مع بعض عن الراحل عبد الكريم عبد القادر. ما كان غريب ولادة فنان نجم في الساحة الغنائية الكويتية، فكان هذا النجم وهو نجم جيله، وكلنا كنا ننتظره ونقول له وينك وشخبارك، ليكونه الصوت الجريح لأجيال كبرت على صوت الشجي وتقف خلف مرددة ما نسينا، ومحال يكون مثلك ومن بين الناس تربع على القمة، ورغم كل الجراح كان سيظل نجم فارق عن غيره. جمهورك كان ينتظر منك دائما المزيد يا ابو خالد، محال انك تغيب، وراح تظل دائما حاضر بكل ذكرى وبكل مناسبة عشناها وعشتها معنا. رحم الله الصوت الجريح الفنان عبد الكريم عبد القادر، وأسكنه فسيح جناته.
ضيوف حلقة اليوم: الدكتور منصور أحمد، مدير برنامج تقنيات تحلية المياه بمركز أبحاث المياه بمعهد الكويت للأبحاث العلمية. الدكتور محمد الصايغ، خبير بيئي وعضو هيئة التدريس بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب. الدكتورة فاطمة الموسوي، متخصصة بإدارة المواهب والمشاريع الشبابية. حياكم الله في فقرة أبطال الطوارئ الطبية، معكم أخوكم أسامة المذن رئيس فني الطوارئ الطبية، راح نكون معاكم في صباح الخير يا كويت. أهلا فيكم مشاهدينا، نبدي معاكم أولى فقراتنا من برنامج صباح الخير يا كويت وحالة الطقس المتوقع خلال اليوم والأيام الجاية. نبديها بالطقس الحالي في مدينة الكويت. درجة الحرارة الحالية 31 درجة مئوية، الرطوبة النسبية 25%، الرياح شمالية غربية خفيفة السرعة، سرعتها 12 كيلومتر في الساعة، الرؤية الأفقية 9 كيلو. ننتقل للطقس المتوقع لمدينة الكويت نهار اليوم: حار وغائم جزئيا إلى غائم، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة من 12 إلى 35 كيلومتر في الساعة. ليلا معتدل والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة توصل من 15 إلى 35 كيلومتر في الساعة. درجة الحرارة العظمى المتوقعة اليوم 40%، أما الصغرى 24%. نروح معاكم لحالة البحر. ارتفاع الموج خفيف إلى معتدل، يعلو أحيانا من 2 إلى 6 قدم. المد الأول بيكون الساعة 8 الصبح، المد الثاني الساعة 6:30 مساء، الجزر الأول الساعة 12:55 الظهر، الجزر الثاني الساعة 2:05 بعد منتصف الليل. نروح معكم إلى المواقيت: غروب الشمس وموعد صلاة المغرب اليوم الساعة 6:33 دقيقة، أما موعد صلاة الفجر باكر بإذن الله الساعة 3:27 دقيقة، شروق الشمس باكر بإذن الله الساعة 4:56 دقيقة. نروح معكم إلى يوم الاثنين، بيكون حار وغائم إلى غائم جزئيا، أما اتجاه الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية سرعتها من 10 إلى 30 كيلومتر في الساعة. درجة الحرارة المتوقعة العظمى 39، أما الصغرى 25. يوم الثلاثاء بيكون حار وتظهر بعض السحب المتفرقة، اتجاه الرياح شمالية شرقية إلى متقلبة الاتجاه سرعتها من 8 إلى 28 كيلومتر في الساعة. درجة الحرارة المتوقعة العظمى 38، أما الصغرى 26. يوم الأربعاء حار وغائم جزئيا إلى غائم مع فرصة أمطار متفرقة ليلا، الرياح متقلبة الاتجاه إلى جنوبية شرقية سرعتها من 8 إلى 32 كيلو متر في الساعة. درجة الحرارة المتوقعة ليوم الأربعاء العظمى 39، أما الصغرى 26. كانت هذه النشرة الجوية والله تعالى أعلى وأعلم. ننتقل إلى هاشم وأسماء وفقرة المرور.
شكرا دانا. يعني لا زالت الأجواء متقلبة نقول في دولة الكويت، ونلاحظ يعني الجو حار، يعني إن شاء الله حتى الأيام الجاية في أمطار قادمة، فلا زالت يعني التقلبات الجوية. أعتقد هذا للحين موسم السرايات يعني. صحيح، وبإذن الله يعني ينتهي موسم السرايات قريبا، لكن السرايات هذه خير وبركة، ودائما الناس تتفائل فيها، يعني تروي الأرض وغيرها من هذه الأمور. راح ننتقل معاكم إلى الفقرة المرورية، والرائد عبد الله أبو حسن ضابط إدارة التوعية المرورية بالإدارة العامة للمرور، نقول حياك الله. يا هلا مرحبا فيك، الله يحييك ويسلمك، صبح عليك بالخير وعلى السعادة المشاهدين في بداية الأسبوع في يوم جديد، إن شاء الله يكون يوم خالي من الحوادث المرورية، في انتباهكم وتعاونكم مع رجال الأمن. نعم إن شاء الله رائد عبد الله أبو حسن، أكيد نبي منك المزيد من التفاصيل، لكن من بعد هذا الفاصل. أسعد الله صباحكم أعزائي المشاهدين بكل خير، متواجدين معكم في كل صباح في الإدارة العامة المرور، بالتحديد في غرفة التحكم اللي من خلالها يتم مراقبة ومتابعة الحركة المرورية عبر كاميرات الضبط المروري المنتشرة في التقاطعات والطرقات الهامة، اللي من خلالها يسهل علينا عملية الوصول إلى مواقع الخلل، مواقع الكثافة المرورية، وكذلك مواقع الحوادث المرورية ومواقع تعطل بعض المركبات، وخاصة في أوقات الذروة. مع دخولنا في أوقات الذروة تزيد نسبة الكثافة المرورية على الطرقات، وهذا شيء اعتيادي وشيء طبيعي نتيجة خروج الموظفين وذهابهم إلى أعمالهم في الفترة الصباحية، فبالتالي هناك كثافة مرورية على مختلف الطرق وخاصة في مثل هذه الفترة. نبتدأ من طريق الدائري السادس، الكثافة المرورية دائما تكون في طريق الدائري السادس باتجاه المدينة، هي الكثافة الأعلى، لكن قد تكون محصورة ما بين موقعين بالنسبة للكثافة المرورية، الموقع الأول هو مقابل الضجيج، والموقع الثاني هو مقابل من تقريبا مقابل صباح السالم حتى تقاطع المسيلة. هذا بالنسبة لطريق الدائري السادس والكثافة المرورية على طريق الدائري السادس. أما بالنسبة للطرق الأخرى، طريق الدائري الخامس نوع أعمال الكثافة المرورية محصورة بالمنطقة الخاصة في التعويلات والتعديلات الخاصة في تطوير شبكة الطرق، وهو طريق الدائري الخامس مع شارع دمشق، وبالتالي هناك كثافة مرورية أعلى من المعتادة في نفس هذا الموقع، نحتاج من إخواننا قاعدين المركبات أخذ الحيطة والحذر والانتباه، وكذلك اختيار الطرق البديلة قدر الإمكان أو اختيار الوقت المناسب حتى يحسبون حساب الكثافة المرورية اللي موجودة نتيجة هذه التحويلات المرورية لتعديل شبكة الطرق. أما بالنسبة للكثافة الأخرى، هناك كثافة بالنسبة لطريق الدائري الخامس القادم من السالمية تقريبا مقابل منطقة الجابرية، يمكن هذا الموقعين اللي فيه الكثافة الأعلى بالنسبة لطريق الدائري الخامس. أما بالنسبة لطريق الدائري الرابع فالكثافة متفاوتة في مختلف الطريق، يمكن طريق الدائري الرابع لخلوه من كتف الطريق الأيمن اللي هو حار الطواري، قد يكون ارتفاع الكثافة المرورية فيه سريع جدا في حال وقوع حادث مروري أو في حال تعطل مركبة، وهذا دائما ننبه عليه، في حال وقوع حادث مروري أو تعطل مركبة من الضروري على قائد المركبة بعادها عن الطريق قدر الإمكان حتى يفسح المجال لبقية مستخدمين الطريق، أو ما يتسبب في الكثافة المرورية وزيادة نسبة الكثافة المرورية، كذلك ما يرتكب المخالفة المرورية في تعمد إعاقة حركة سير المركبات. هذا بالنسبة لطريق الدائري الرابع. أما بالنسبة للطرق الأخرى، طريق الدائري الثالث، طريق الدائري الثاني نوعا ما متشابهين نتيجة وجود أعمال تطوير شبكة الطرق اللي هي تقع مع طريق الدائري الثاني والثالث في تقاطعات شارع القاهرة، فبالتالي هناك تحويل يعني للتقاطعات المرورية في نفس هذه المواقع أو في نفس التقائهم في شارع القاهرة، وبالتالي يؤدي إلى ارتفاع بالنسبة للكثافة المرورية بسبب تحويل سير المركبات بشكل كامل على شارع القاهرة ومن ثم العودة على الطرقات سواء طريق الدائري الثاني أو طريق الدائري الثالث. أما بالنسبة للطرق المؤدية إلى المدينة، طريق الملك عبد العزيز نشاهد أن الكثافة المرورية فيه نوعا ما بدأت تزيد تدريجيا، وخاصة يمكن ما بين الدائري السادس حتى الدائري الأول، هذه يمكن الكثافة دائما تكون محصورة في هذا الجزء، لكن احنا نقول هي كثافة طبيعية نتيجة استخدام الطرق من قبل الكثير من قاعدين المركبات. كذلك بالنسبة لطريق الملك فهد، الكثافة تقريبا متشابهة تبدي من السادس حتى الدائري الأول، كذلك طريق الرياض، وهذه الطرق احنا نقول إشعاعية المؤدية إلى مركز المدينة. أما بالنسبة لشارع الخليج العربي، الكثافة المرورية قد تكون في موجودة لكن بشكل أقل، يعني بإمكان مستخدمين الطريق أنهم أو الأشخاص القاصدين المتجهين إلى مركز المدينة أنهم يستخدمونه كطريق بديل بالنسبة لطريق الملك عبد العزيز للوصول إلى مركز المدينة. يمكن هذا بعض الأخبار الخاصة في الطرق. أما بالنسبة للحوادث المرورية، كان هناك سقوط حمولة على شارع حمود الجابر القادم من عبد الله مبارك باتجاه مستشفى الفروانية، فسقوط الحمولة للأمانة يؤثر على انسيابية الحركة المرورية فيحتاج مزيد من الوقت، فهذا رسالة نوجهها لمستخدمين هذا الطريق بضرورة أخذ الحيطة والحذر والتعاون كذلك مع إخوانهم رجال
الأمن ورجال المرور متواجدين لتسهيل وتنظيم الحركة المرورية حتى يتم إزاحة الحمولة اللي تم سقوطها في الطرقات الرئيسية، ومن ثم التأكد من سلامة الطريق وعودة فتح الطريق بشكل كامل. طبعا دائما الحوادث المرورية تحجز جزء من الطريق وخاصة الطرق السريعة، يؤدي إلى ارتفاع كبير في الكثافة المرورية. فدائما نقول طولوا بالكم، اللي قاعد يسمعنا اللي قاعد يشاهدنا، من الضروري عليك أن تستخدم الطرق البديلة للوصول إلى وجهتك، تتفادى مواقع الحوادث المرورية ومواقع الكثافة المرورية قدر الإمكان. لكن اليوم عندنا رسالة جدا مهمة، رسالتنا لأولياء الأمور. اليوم لاحظنا أن هناك ارتفاع في عدد بعض المخالفات المرورية اللي يكون ولي الأمر هو المشارك للأسف في هذه المخالفة المرورية اللي دائما ترجع على مضره، ترجع بالمضره لابنائه. اليوم ودنا ان ولي الامر يشاركنا المسؤوليه وما يشارك في ضياع مستقبل ابنائه، خاصه في فتره الاختبارات. بعض المخالفات المروريه تكثر ومنها مخالفه الاحداث. 70 حدث الى نيابه الاحداث نتيجه القياده دون الحصول على رخصه قياده، وهذا مؤشر كبير في عدم او قله الرقابه من قبل اولياء الامور. فالمطلوب اليوم من أولياء الأمور أنهم يشاركون إخوانهم في وزارة الداخلية في الحرص على أبنائهم في عدم تسهيل استخدام المركبة، وخاصة في فترة الاختبارات. مستقبل ابنك مربوط في مراقبتك أو زيادة الرقابة في مثل هذه الفترة. تأكد أن استخدام المركبة يؤدي إلى حادث، إلى مخالفة، إلى حادث، وقد يؤدي إلى مخالفة وإلى النيابة. فأحرص دائما على مستقبل ابنك من خلال عدم تسهيل مثل هذه الإجراءات. قرب المدرسة من المنزل ما تعني السماح له في استخدام المركبة على الطرقات دون الحصول على رخصة قيادة. لا تنهي حياة ابنك ومستقبله بمخالفة، بقضية، في إحالة إلى النيابة، وكذلك لا تنهي حياته في حادث مروري وإصابة وقد يؤدي إلى الوفاة. فدائما احرص وخلك متحمل جزء من المسؤولية، والمسؤولية الأكبر احنا نقول تقع على أولياء الأمور. رجال الأمن متواجدين في الطرقات قاعد يحافظون على الأمن والأمان، وقاعد يضبطون مثل هذه الظواهر احنا نقول السلبية، الظواهر اللي تضر في سلامة الأبناء، سلامة الأشخاص، سلامة مستخدمين الطريق. فمثل ما احنا متواجدين في الطرقات قاعد نحاول ويعني نسعى في الحفاظ على حياتهم بمنعهم من استخدام المركبات في الطرقات العامة دون الحصول على رخصة قيادة، دون الإدراك والوعي الكامل للقيادة. أنت كذلك ولي الأمر اليوم عليك المسؤولية الأكبر في مراقبة أبنائك، وخاصة في فترة الاختبارات. أنت اليوم تبي تفرح فيهم، ما تبي تحزن عليهم نتيجة سلوك خاطئ ونتيجة دقائق معدودة ونتيجة إهمال أو تقصير في متابعة أبنائك. دائما نحرص على متابعتهم. احنا في بداية الأسبوع ما ودنا أن الأسبوع هذا نسجل أي حالة ولا يتم ضبط أي شخص بالنسبة للأحداث اللي هو بسبب القيادة بدون الحصول على رخصة قيادة. ودنا أن الكل من أولياء الأمور تصل له هذه الرسالة حتى يكون واعي ومدرك أن مسؤوليته هي الحفاظ على حياة أبنائه، وخاصة بما يتعلق بالقواعد والقوانين المرورية، بعدم السماح له باستخدام المركبة دون الحصول على رخصة قيادة نهائيا، وكذلك متابعتهم ومراقبتهم، كذلك عدم تسليم مفتاح المركبة للأبناء. للأسف بعض من الأبناء بعد ضبطهم وسؤالهم شنو الطريقة أو شنو الطريقة اللي خذيت فيها السيارة أو من وين لك هذه السيارة، يقول للأسف بعض من أولياء الأمور هو اللي قدم المفتاح، يقول حق أحد أبنائه أخذ المفتاح، بما أن اختبارات تأخذ يعني يمكن ساعات قليلة وترجع مرة ثانية للبيت استخدم السيارة. وللأسف هذا يعني الطريق أو هذه الوسيلة والطريق إلى الهلاك اللي قاعد يقدمه أولياء الأمور. قد يكون بحسن نية، قد يكون والله وأن المدرسة قريبة، بأي مبرر كان، لكن احنا نقول ماكو مبرر يعني يبرر سلوك او الاسلوب اللي قاعد يستخدمه اولياء بعض من اولياء الامور في انهاء حياه ابنائهم وتعريضهم للخطر. دائما احرص على ابنائك من خلال التزامك بقواعد قوانين المرور ومشاركتك وتحملك المسؤوليه في الحفاظ على حياتهم، وخاصه في مثل هذه الفتره. كلنا ودنا نفرح في اختبارات الابناء، في نجاحهم، في تفوقهم، ما ودنا نحزن نتيجة سلوك، نتيجة دقائق معدودة أضاعت حياة وأضاعت مستقبل أشخاص قد ما يكونون هم واعين بالدرجة الكافية لمستقبلهم. لازم نكون إحنا الأحرص يعني الأشخاص المراقبين لهذا السلوك حتى نقاوم سلوكهم ونمنعهم من وقوع أي خطر. هذه يمكن الرسالة الأهم اللي ودنا نركز عليها خلال هذا اليوم. نتمنى دائما السلامة، نتمنى لكم القيادة الآمنة على الطرقات، ونرجع لزملائنا بالاستديو. لكن قبل أن نرجع، بما أننا تكلمنا عن الأحداث، ودنا نقول ما هي عقوبة الأحداث اللي قاعد يقودون المركبة دون الحصول على رخصة قيادة؟ كانت في يعني مقولة سائدة زين على أيامنا إحنا يعني الجيل اللي كبر يعني اللي بداية الأربعين أو في الأربعينات،
طلعت مقولة أن اللي يصيدونه وما عنده ليسن وهو حدث راح يأخرون ليسنة عنه، هذا اللي كان يعني متردد بيننا، ما ندري مدى صحة هذا الكلام، لكن ما هي العقوبة الصحيحة؟ لأن أنا ما أعرفها صراحة. أنا ناطرة أسمع الإجابة. صحيح يمكن نساعد مثل ما قلت في السابق، كان هذا يعني هذه الفكرة، لكن هو العقوبة هي أولا مخالفة الشخص، ومن ثم حجز المركبة، ومن ثم إحالة الشخص إلى نيابة الأحداث لتسجيل عليه قضية بالنسبة لقيادة مركبة دون حصول على رخصة قيادة، فتروح لنيابة الأحداث ويحتاج أن ولي أمره يحضر يكفل عليه وتتحول إلى المحكمة. فهذه كلها إجراءات تضر في مستقبل الأبناء، خاصة الأشخاص اللي حابين يقدمون في أماكن معينة، أماكن قد تكون حساسة نوعا ما، فدائما يكون في أفضلية للأشخاص الأفضل في القبول، فبالتالي قد تؤثر على حياته. بالإضافة إلى مخالفة ولي الأمر، احنا بالنسبة لنا كالإدارة العامة للمرور نحرر مخالفة لولي الأمر أعطاء أو لقائد لصاحب المركبة أو مالك المركبة أعطاء مركبة لشخص لا يحمل رخصة قيادة، فمن ثم يعني المسؤولية القانونية ما تقع فقط على قائد المركبة من الحدث، كذلك يعني تصل إلى مالك المركبة. طبعا في بعض الأمور أو بعض القضايا يتهم أو تنسب أو تعطى تهمة لولي الأمر وهي الإهمال في رعاية غاصر، فإحنا ودنا أن نطلع من هذه المشاكل كلها في شيء واحد، هو الحرص وزيادة الرقابة على الأبناء خاصة في مثل هذه الفترة. نعم أكيد. الرائد عبد الله أبو حسن، ضابط إدارة التوعية بالإدارة العامة للمرور، شكرا لك على كل هذه الملاحظات والمعلومات اللي تفيدنا وتفيد السادة المشاهدين. نحن نتمنى إن شاء الله مثل هذه يعني المظاهر السلبية عند بعض الأسر إن هي فعلا تتلاشى، وإن يكون في مسؤولية أكثر تجاه أبنائهم، ويكون الأب يعني حسيبه رقيب لأبنائه، يعني ما يخليهم بهذه الطريقة مثلا اختبارات، يعطيه مفتاح السيارة يقول يلا روح المدرسة وارجع. للأسف يعني ياما صارت في حوادث مميتة بسبب هذا السلوك وهذا التصرف، وهذه الأعمار ترى فيها نوع من التهور. صحيح. فيعني ديروا بالكم على عيالكم، وعيالكم أمانة برقبتكم. أكيد. ويعني كمالا على كلام أختي أسماء، دائما يعني لما يوضع قانون في بلد أو يوضع قانون في دولة، القانون هذا يكون مدروس، فلما يحطون مثلا القيادة الآمنة للسيارة في عمر 18 سنة، هذا يعتبر أول مرحلة من مراحل النضج، وتكون مرحلة انتقالية من سن المراهقة إلى يعني مثل ما يقولون مقتبل العمر قبل الدخول في مرحلة الشباب. يعني فكل شيء وضع لسبب في هذه الحياة، سواء كانت قوانين وضعتها الحكومات وضعتها الدول، أو سواء كانت هناك أعراف صحيحة إحنا نمشي عليها. فمثل ما قالت أختي أسماء، تحرصوا وديروا بالكم على أبنائكم. إحنا بعد اللي قلناه نحتاج رياضة. نحتاج رياضة. رياضة ترى وايد زينة حق الضغوطات والتوتر، وهذه الفترة تحديدا فترة الاختبارات. نروح حق دانا، وأكيد راح تقدم لنا مع الكابتن الفقرة الرياضية. العافية. أكيد الرياضة جدا مهمة، وإحنا في صباح الخير يا كويت حريصين على فقرة الرياضة مع الكابتن علي حسين ونصايحه وتمارينه الرياضية. خلينا نشوف معكم تمريننا لليوم بعد الفاصل. صباحكم الله بالخير أعزائي المشاهدين الكرام، صباح الخير وصباح النشاط. نرحب فيكم في فقرتنا الصباحية في فقرة رياضية. اليوم إن شاء الله التمرين بنستهدف المنطقة العلوية والمنطقة السفلية من الجسم، ولكن قبل ما نبدأ التمرين نحرص اليوم أن يكون عندنا بعض المعدات الرياضية اللي ممكن أن نطبق تمارين اليوم في البيت أو في النادي. في البداية نحتاج مرتبة رياضية، وزن واحد كاتلبل، وباند رياضي لكي نطبق تمارين الحمى. فقبل ما نبدي راح ناخذ الباند الرياضي. تمام، بما ان اليوم التمارين علويه وسفليه، فراح نحرص ان نطبق الاطاله كامله او التمارين الاحماء كامله للجزء العلوي والسفلي من الجسم. في البدايه راح امسك الباند بالطريقه هذه بحيث انه يكون واقف ومرتكز على الباند من حيث المنتصف. تمام، بالطريقه هذه. لاحظ وياي، راح اسحب طريقه كامله للاعلى، عندي 5 تكرارات. لاحظ الصعود يكون صعود كامل، انزل بطريقه كامله، ارفع الاكواع عندي لاعلى مستوى بالشكل هذا. فقط 5 تكرارات، 5، بعدها بشكل مباشر لاحظ وياي بالطريقه هذه من حيث الجنب اليمين. اذا بخفف من شده الباند ممكن يوقف على الباند في اتجاه واحد بحيث انها تقل الشده او المقاومه. بالشكل هذا لاحظ عندي الجنب اليمين ايضا 5 تكرارات، 3، 4، لاحظ ان الاكواع
ما تكون مستقيمة 100%، خمس وبدل بنفس طريقة البداية في الجزء اليمين أو الجزء اليسار، أخذ الوضعية والمسافة المناسبة بالطريقة هذه. واحد اثنين، لاحظ الصعود يكون صعود كامل، تمام. عندنا آخر تكرار وريح. هذا بالنسبة إلى التمارين. عندنا آخر تمرين، لاحظوا وياي، راح أطبق التمرين هذا حيث أن المرفق يكون ثابت على الأجناب، أوسع من قبضة اليد بالشكل هذا للخارج، تالي أرجع بطريقة بطيئة. تمرين جدا ممتاز وقوي لألواح الكتف الخلفية. وريح. فهذا بالنسبة إلى التمارين. لاحظنا أن طبقنا أكثر من تمرين يستهدف المنطقة كاملة من المنطقة العلوية، تالي الحين راح نستهدف المنطقة السفلية. راح أطبق تمرين سكوات، لاحظوا وياي، راح أوسع منطقة الأقدام بالشكل هذا، تمام. راح أنزل بالطريقة هذه، عندي 10 تكرارات، حاول أني أنزل نزول كامل، أصعد نزول كامل، أحافظ على استقامة الظهر والأكتاف تكون الخلف وكون في انحناء في أسفل الظهر بالشكل هذا. أيضا عندنا من 6 إلى 8 تكرارات وريح. هذا بالنسبة إلى تمرين سكوات. فالحين راح نطبق وياكم تمرينين في نفس الوقت. أول شيء راح نجزئ التمرين، فلاحظوا وياي الحين راح ننزل في تمرين اللانجز أو تمرين الطعن، طيب. فراح أنزل في الركبة اليمين أو اليسار للأمام بالشكل هذا كنزول كامل، وأنزل بالطريقة هذه وأرجع اليمين ثم اليسار. في البداية أحرص أن الأرض قدامي أو المساحة قدامي تكون مناسبة للنزول، فراح أنزل بالشكل هذا، لاحظوا وياي، أنزل طريقة كاملة بالطريقة هذه، الركبة تكون زاوية 90 درجة، وأصعد ثاني مرة للخلف، مرة ثانية أنزل بالشكل هذا، لاحظوا وياي، طريقة بطيئة كيمين ويسار، لاحظوا وياي النزول، الظهر يكون منحني في أسفل الظهر، نزول كامل وصعود كامل. تالي راح أثبت في الأسفل بالشكل هذا، لاحظوا وياي، راح أثبت بالطريقة هذه، ولاحظ معي راح أدفع للأعلى تكرارين، واحد اثنين، تالي أرجع لورا ثاني مرة، راح أنزل الحين في الجنب الآخر أيضا عندي واحد اثنين من غير أي وزن، وأرجع ثاني مرة. الحين راح نطبق وياكم نفس التمرين ولكن مع الوزن، فأحرص في البداية أن الوزن يكون مناسب، رقم واحد. رقم اثنين، عندك التوازن أثناء النزول، فأثناء النزول أحرص أن الجسم يكون متوازن والكور يكون شاد، وأيضا اليدين أن تكون شادة للأعلى حيث أني أقدر أتحكم الوزن. فراح نأخذ وزن الدامبل. أول شيء راح نبدأ تكرارين يمين بالطريقة هذه، تمام. لاحظوا وياي، واحد اثنين، جزء اليمين، تالي جزء اليسار مباشرة نفس الطريقة بالشكل هذا، اثنين وريح. الحين هيئ جسمي السفلي كطريقة أو ميكانيكة الحركة، وأيضا بنفس الطريقة مع الكتف. فراح نبدأ التمرين. أول شيء قبل ما أبدي أحرص أن الإيد تكون عندي للأعلى بالشكل هذا، تمام. الوزن يكون ثابت، الأكواع تكون بالطريقة هذه. راح أنزل للأمام، لاحظوا وياي، هذه نزلة، هذه واحد، نفس الجنب، اثنين، أرجع لورا، أبدل عندي الذراع، تمام. أصعد لفوق، لاحظوا وياي طريقة تبديله، تالي أنزل ثاني مرة في الجنب الآخر، عندي واحد، أرجع ثاني مرة، اثنين، لاحظ الأكواع وريح بالطريقة هذه. بالشكل هذا طبقنا تكرار واحد. فنفس ما لاحظنا راح ننزل تكرارين جهة اليمين، تالي أبدل ثم تكرارين جهة اليسار. الحين راح نبدأ وياكم التكرار الثاني ثاني مرة. إذا الإيد اليمين صارت للأعلى فأنزل في الركبة اليسار الأمام، فالطريقة تكون معاكسة مع اليدين والرجلين بالشكل هذا. أنزل، لاحظوا نزول يكون نزول ثابت، أنزل إلى آخر مدى حركي، أصعد للأعلى، هذه واحد، الأكواع تكون لفوق، اثنين، أبدل بالأسفل، ضروري تبديل يكون في الأسفل علشان سلامة الشخص أثناء التبديل. تالي أنزل بالشكل هذا، لاحظ عندي ذراع اليسار للأعلى فأنزل بالرجل اليمين، اثنين وريح، وخلي الوزن على الأرض. نفس ما لاحظنا بالنسبة إلى التمرين، في تبديل أثناء النزول اليد تكون الأعلى والأكواع تكون الأعلى بالطريقة هذه كثر ما أقدر، أن يكون في نفس ما نقول لوك في منطقة أو في مفصل
الكوع سواء اليمين او سواء اليسار، فممكن البعض راح يواجه انه عدم تركيز او انه يتشتت اثناء التمرين. يقول لك يعني لما انزل الحين اي ايد اللي تكون فوق اليمين او اليسار والرجل وكذا، فعلشان تطبق التمرين بطريقه سهله نفس ما بدينا في البدايه، جزئنا التمرين، كيفنا جسم على الحركه، بعدها انه ممكن اني اضيف الوزن. فحتى اذا الشخص مثال اذا تخربط او ما عرف انه يسوي التمرين بكل بساطه، تمام، من غير اي وزن بالشكل هذا، ارفع اول شيء ايدك اليمين راح تنزل عكس ايدك اليمين، فانا اذا رفعت اليد اليمين راح انزل في الرجل اليسار بالشكل هذا كنزول كامل، تمام. تالي ابدل عندي اليد الاخرى وراح انزل ايضا بالرجل الاخرى المعاكسه بالشكل هذا كنزول كامل، اصعد بالطريقه هذه. فهذا بالنسبه الى التمرين. هذا التمرين من افضل التمارين اللي يساعدنا على تقويه الجزء السفلي من الجسم وعلى تقويه وزياده التوازن والثبات في الكور كامل. ورقم ثلاثة يقوي عندنا الأبر بادي بحيث أنه يقوي عضلات العلوية جسم بشكل كامل. هذا بالنسبة إلى التمرين. راح نطبق وياكم الجولة الأخيرة، لاحظوا وياي طريقة التمرين أو طريقة الأداء. ثاني مرة راح أخذ الوزن بالشكل هذا، تمام، لاحظ التمرين. هذا التمرين ترى يغنينا عن ثلاث أو أربع تمارين، تمرين واحد ولكن يعطينا أربع تمارين، فأنا بنحرص أن نطبق التمرين ونشرحه بطريقة مفصلة حيث أن الشخص خلاص عرف تمرينه ويقدر أنه يستغني عن أكثر من تمرين في تمرين واحد، وهني قص الوقت أو أنه كسب الزمن بالطريقة هذه. لاحظوا وياي، حاول أنزل بطريقة كاملة، تمام، بالشكل هذا عندي تكرار تكرارين، مباشرة أبدل بالطريقة هذه وأصعد لي فوق. لاحظوا وياي نزول كامل بالطريقة هذه، من افضل التمارين اللي يقوي المنطقه السفليه او عضلات الكور. مباشره من انتهي نفس الطريقه انزل، لاحظوا وياي اطبق وياكم التمرين بشكل سريع كانه قاعد اطبق الجوله كامله، مباشره ابدل وانزل بشكل كامل بالشكل هذا. احاول اني احافظ على التوازن واريح، تمام. هذا بالنسبه الى التمرين اللي يستهدف عندنا عضلات الجسم العلوية وعضلات الجسم السفلية. فدائما نحرص أن في التمارين أن التمرين يكون مناسب على وقت الشخص. مثال شخص حاب أن يتمرن في البيت وما عنده القدرة أو أنه ما عنده الوقت أن يتمرن في النادي، فهني ننصح أن الشخص يطبق التمارين هذه بحيث أنه يختصر الوقت وبنفس الوقت حرك عنده أغلب عضلات الجسم. فهذه التمارين المركبة اللي دائما ننصح فيها. هذا بالنسبة إلى تمريننا. عندنا بالنسبة إلى التمرين خمس جولات تكرارين إلى كل سايد، سايد يمين وسايد يسار، فبالتالي راح يصير عندنا أكثر من تقريبا 50 تكرار إذا طبقناها بالأرقام هذه. ولكن إذا الشخص عنده القدرة أنه يزيد بحيث أنه يسوي ثلاث تكرارات يمين ثم ثلاث تكرارات يسار ما يمنع، أهم شيء أن الشخص يطبق التمرين بشكل صحيح. هذا بالنسبة إلى فقرتنا. بالنسبة إلى نصيحتنا اليوم، حابين أن نبدي وجباتنا بطريقة صحية، حابين كثر ما نقدر أن نغطي على الأقل وجبتين صحيتين في اليوم، بالتالي راح يزيد عندنا معدل الشبع، راح نغطي الألياف، نغطي الكربوهيدرات، البروتينات، وراح يصير عندنا طاقة أفضل وننجز يومنا بطريقة أسهل. هذا بالنسبة إلى فقرتنا ونصيحتنا اليوم، أتمنى أنكم استفدتوا، ونطلع فاصل لتكملة باقي فقرات صباح الخير يا كويت.
رجعنا لكم مشاهدينا. يقول لكم أن في مثل هذا اليوم 14 مايو انضمت دولة الكويت إلى الأمم المتحدة لتصبح العضو 111 في المنظمة الدولية. ومنذ انضمام الكويت للأمم المتحدة أصبحت عضوا فعالا، حيث انضمت إلى جميع الوكالات المتخصصة والمواثيق الدولية الصادرة عنها. بالتأكيد مساهمات الكويت في التحقيق والسعي نحو تحقيق أهداف المنظمة الدولية هي مساهمات جليلة ومهمة في مختلف النواحي. وقامت دولة الكويت منذ انضمامها إلى الأمم المتحدة بالالتزام بمساهماتها في كافة البرامج الدولية لخلق شراكة عالمية من أجل تحقيق التنمية. للمزيد حول هذه الشراكة خلونا نشوف التقرير اللي أعدته الزميلة هديل الفضلي مع منظمة الأمم المتحدة الموجودة في دولة الكويت. صباح الخير مشاهدينا. في اليوم 14 من مايو من عام 1963 انضمت دولة الكويت إلى الأمم المتحدة. من ذاك الوقت حتى اليوم كان وما زال دولة الكويت دور هام وشريك أساسي لبرامج الأمم المتحدة. من هذا المنطلق أنا متواجدة حاليا في بيت الأمم بمنطقة مشرف عشان أسلط الضوء بشكل أكبر على الشراكة المتينة اللي جمعت بين دولة الكويت ومستمرة بدعمها لبرامج الأمم المتحدة المختلفة. خلونا نشوف هذا التقرير. أول شيء أحب أهني دولة الكويت وقيادتها الحكيمة بالذكرى الستين لانضمامها لمنظمات الأمم المتحدة، وأحب أتكلم عن دور دولة الكويت كمحرك فاعل للسلام وكذلك كمبتكر في مجال تقديم المساعدة للاجئين والنازحين حول العالم، حيث ساهمت الكويت في مساعدة الملايين من اللاجئين عن طريق المفوضية بأكثر من نصف مليار دولار عبر العشر سنوات الماضية. وتقدر المفوضية الشراكة الاستراتيجية أكيد اللي تتميز فيها مع دولة الكويت بسبب سياسة الباب المفتوح والرغبة الشفافة في المساعدة لأكثر من 100 مليون لاجئ ونازح حول العالم. دور الكويت في العمل الإنساني دور ملحوظ وليس فقط محليا ولكن دوليا، فالكويت هي من اول الدول اللي تسعى لحل او للمساهمه في القضايا الانسانيه من خلال تبرعاتها وتعهداتها وحل الازمات نفسها. فنحن في برنامج الغذاء العالمي نشكر جهود دوله الكويت على وعلى المساعدات المستمره في القضايا الانسانيه وكذلك دورها لحل النزاعات. دولة الكويت شريك استراتيجي لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، حيث نعمل معا للاستجابة للاحتياجات الإنسانية المتزايدة للمنكوبين في جميع أنحاء العالم. وقد شهدنا ذلك في الآونة الأخيرة بدعم السخيم الذي قدمته دولة الكويت حكومة وشعبا لضحايا زلزال تركيا وسوريا للذين أصبحوا بلا طعام أو حتى مأوى. وبالإضافة إلى ذلك تم إنشاء جسر جوي خلال الشهر الماضي لإغاثة الشعب السوداني الشقيق، حيث الوضع الإنساني قد يصل إلى نقطة انهيار. تلعب بالنسبة لمنظمة العمل الدولية للكويت دور ريادي في المنطقة بحكم أنها من أولى الدول اللي كان لديها قوانين منظمة لسوق العمل، وأيضا تشهد هامش كبير من حرية العمل النقابي. كل التحية لدولة الكويت ونهنئها في هذه المناسبة، وإن شاء الله نأمل مزيد ومزيد من التعاون مع دولة الكويت. تمر علينا اليوم مناسبة ذكرى مرور 60 عام على انضمام دولة الكويت إلى الأمم المتحدة، واللي كان بتاريخ 14 مايو من عام 1963، واللي يعد محطة مهمة في تاريخ الدبلوماسية الكويتية.
بالتأكيد هاشم تحظى العلاقة الكويتية والأمم المتحدة باهتمام ودعم وتوجيهات من القيادة السياسية العليا وحرصها على المحافظة على مكانة دولة الكويت بين الأمم. ودولة الكويت تسعى دائما إلى بذل الجهود والمساعي لتعزيز علاقاتها مع الأمم المتحدة، لا سيما وأن ما يربط الطرفين هو شراكة وثيقة وتعاون وتنسيق رفيعين ممتد عبر العقود الستة في شتى المجالات المختلفة، أبرزها السلم والأمن والمجال الإنساني والتنموي والاقتصادي. وكذلك دعم دولة الكويت للأمم المتحدة في مساعيها الخيرة حول العالم والتزامها القوي بالمقاصد والمبادئ النبيلة الواردة في ميثاق الأمم المتحدة، واللي تشكل نبراس العمل الدولي متعدد الأطراف والإطار الذي يحكم ويحكم وينظم العلاقات بين دول العالم. ولدولة الكويت الدور القيم والنشط في المساهمة في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين من خلال عضويتها في مجلس الأمن خلال الفترتين من عام 1979 و 78 2018 و 2019، بالتعاون والتنسيق مع بقية أعضاء المجلس. ودائما تحرص دولة الكويت على مواصلة المشاركة الفعالة والحيوية في مجالس ولجان الأمم المتحدة المتخصصة، لا سيما مجلس حقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والجمعية العامة للأمم المتحدة واللجان المتخصصة الست المنبثقة عن الجمعية العامة. وعلى الصعيد الإنساني والشراكة المتينة التي تجمع دولة الكويت مع الأجهزة والصناديق والبرامج الأممية المتخصصة المختلفة في إطار دعم العمل الإنساني الإقليمي والدولي ببغية تخفيف المعاناة عن الشعوب المنكوبة إزاء النزاعات المسلحة والكوارث الطبيعية. حول هذا الموضوع يسعدنا أن يكون ويانا عبر الطرف الآخر من الهاتف السيد مازن أبو الحسن، رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في دولة الكويت. وصبح عليك بالخير بداية. صباح الخير. يا هلا فيك سيد مازن. اليوم يصادف مرور 60 عام على انضمام دولة الكويت للأمم المتحدة، وهي محطة مهمة بتاريخ الكويت الدبلوماسي. كلمنا عن هذه المناسبة. بداية اسمح لي أن أهنئ دولة الكويت بمناسبة مرور 60 عام على انضمامها للأمم المتحدة. هذه المناسبة كما ذكرت هي محطة مهمة في تاريخ الدبلوماسية الكويتية، تؤكد وتحتفي بالدور الرئيسي الذي لعبته دولة الكويت وما زالت في مجالات الدبلوماسية السياسية وبناء السلام والتنمية. فمنذ البداية حرصت الكويت أن تكون مشاركتها فاعلة في المنظمات والوكالات واللجان المتخصصة التابعة للأمم المتحدة، وكانت دائما مثال للإيفاء بكل الالتزامات المترتبة عن هذه الفعالية. فقد تعاونت مع الأمم المتحدة لحل قضايا عربية إقليمية وعالمية، مما أرسى أسس مفهوم الشراكة طويلة الأمد، خاصة مع تميز الكويت بالدبلوماسية الوقائية والاعتدال. وهنا أود أن أشير إلى أن دولة الكويت كانت الأولى خليجيا في تولي منصب عضوية مجلس الأمن كعضو غير دائم خلال عامي 1978 و 1979. جميل جدا. مرور 6 عقود على انضمامها للأمم المتحدة والتواصل لمسيرتها النشطة، كلمنا عن دور دولة الكويت النشط في الأمم المتحدة من خلال العمل الإنساني وغيرها من الأنشطة الأخرى اللي لها بصمات واضحة. لطالما كانت الكويت في طليعة الدول التي تقدم المساعدات الإنسانية والتنموية حول العالم، سواء بالتعاون المباشر مع البلدان أو بالشراكة مع الأمم المتحدة، وهذا يثبت التزام دولة الكويت العميق بالقيم الإنسانية خلال الأوقات الصعبة. فقد رأينا مؤخرا دعم الكويت لأزمة السودان عبر إرسال أطنان من المساعدات الإغاثية، كما والمساهمة التي قدمتها للأمم المتحدة بما يقارب 90 مليون دولار لمساعدة ضحايا الزلزال الذي وقع في سوريا وتركيا. هذه المساهمات ليست بجديدة على دولة الكويت، ولهذا السبب تم اختيارها كمركز للعمل الإنساني كعرفان وتقدير لدور دولة الكويت حكومة وشعبا في الوقوف إلى جانب شعوب العالم. كما وأن هذا الدور الإنساني يعود لعدة معطيات، أبرزها مسيرة المغفور له الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه لجهوده في مجال العمل الإنساني والتنموي، حيث منحته الأمم المتحدة لقب أمير الإنسانية، طبعا بالإضافة إلى استضافة دولة الكويت للعديد من المؤتمرات الإنسانية الإقليمية والدولية ومؤتمرات الدول المانحة، بالإضافة للعمل المستمر مع الأمم المتحدة على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 بما فيها أهداف التعليم، الصحة، المساواة، العمل اللائق، النمو الاقتصادي وغيرها من الأهداف.
نعم نعم، احنا شاكرين لك بالتاكيد على هذه المداخله الهاتفيه. من الطرف الاخر اكيد السيد مازن ابو الحسن رئيس بعثه المنظمه الدوليه للهجره في دوله الكويت، كل الشكر لك على هذه المداخله. اكيد شكرا. اما الحين ننتقل مع المشاهدين الى فقره المؤشر والعالم هذا الصباح، وبعدها نرجع معاكم في برنامج صباح الخير يا كويت. أهلا ومرحبا فيكم مشاهدينا في برنامج المؤشر وبداية أسبوع جديد لتعاملات بورصة الكويت اليومية. مشاهدينا، تراجعت كافة مؤشرات البورصة وكذلك قيم وحجم التداول بشكل عام، إلا أنه رغم ذلك حافظت يعني بعض الشيء على حد ما للسوق على أسعار أسهم الشركات رغم التذبذب الذي أصاب تلك الشركات، ووصلت السيولة النقدية بما يقارب 28 مليون دينار. مشاهدينا، قبل أن ننتقل وياكم إلى استديوهاتنا في بورصة الكويت، نأخذكم في جولة سريعة على صحافتنا المحلية وتعليقاتها على جلسة اليوم. نبدأها معكم من جريدة الجريدة، حيث عنونت جريدة الجريدة: التجارة تفلتر رخص الشركات بإزالة النشاط غير المستخدم. قالت جريدة الجريدة أنه كشفت مصادر مسؤولة أن وزارة التجارة والصناعة تقوم حاليا بعملية فلترة للشركات، خاصة تلك التي تضم في رخصها أنشطة متعددة، والمطلوب منها توفيق أوضاعها وفق قرار تعديل تراخيص الشركات والمؤسسات التجارية وفقا لتصنيف الأمم المتحدة الدولي للأنشطة الاقتصادية. وقالت المصادر أيضا لجريدة الجريدة أن الشركات التي في طور التوفيق حاليا والتي تضم أكثر من نشاط في الرخصة الواحدة والراغبة في إعادة إضافة النشاط، وأفادت بأن التجارة ترغب في عملية الفلترة بتخفيف الأنشطة غير المستخدمة والمستغلة. مشاهدينا، ننتقل معكم من جريدة الجريدة إلى جريدة السياسة،
وعنوان جريدة السياسة: أسواق المال تجدد موافقتها للكويت الدولي على تأسيس شركة. قالت جريدة السياسة أنه أصدرت هيئة أسواق المال في الكويت قرار بشأن تجديد الموافقة المبدئية لبنك الكويت الدولي، وذلك على تأسيس شركة تمارس أنشطة أوراق مالية. وأشارت الهيئة في بيان لها إلى أن القرار يتضمن أن رأس مال الشركة يجب أن يبلغ نحو 45 مليون دينار، وذلك لمؤسسي الشركة المذكورين أدناه. وذكرت أن الموافقة تسري لمدة 6 أشهر تبدأ من تاريخ 14 من مايو الحالي. ننتقل مشاهدينا من جريدة السياسة إلى جريدة الأنباء، وعنونت جريدة الأنباء: 15 مليون دينار هي أرباح أجيلتي بالربع الأول وبنمو وصل إلى 20%. قالت جريدة الأنباء أنه أعلنت شركة أجيلتي عن نتائجها المالية لفترة الربع الأول من العام 2023 والمنتهية في 31 من مارس الماضي، محققة أرباحا بلغت 15.3 مليون دينار وبما يعادل 6 فلوس للسهم الواحد، وبزيادة نسبتها 20% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022. وقد ارتفعت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء خلال العام بنسبة تصل إلى 60 مليون دينار، كما ارتفعت الإيرادات إلى 320 مليون دينار. إذا مشاهدينا، هذه جولة سريعة على الصحافة المحلية الاقتصادية وما عنونت وكتبت حول جلسة هذا اليوم والشركات التابعة في بورصة الكويت. سريعا يعني نتجه وياكم إلى استديوهاتنا في بورصة الكويت وزميلنا عايد العنيزي. أبو عبد الله، صبحك الله بالخير ويوم جديد في تداولات هذا الأسبوع. صباح الخير يوسف، صباح الخير مشاهدينا الكرام، واهلا وسهلا بكم. فعلا كان يوم الخميس كان تباين الاداء بين المؤشرات، وتراجع المؤشر العام حوالي 16 نقطه وشوي بسهوله 28 مليون وشوي، لكن الملفت كان ارتداد بيتك يوم الخميس الماضي، وفيما تراجعت بقيه البنوك وخاصه الوطني والتجاري والاسف والخليج وبقيه البنوك وبقيه الشركات، بعض الشركات القياديه، لكن يعني بيتك خف البيع عليه يوم الخميس الماضي، ولاحظنا كذلك نشاط جيد على بيتك في الأخيرة من الأسبوع الماضي. فيما السوق الرئيسي ما زال يعاني من تراجعات واضحة، ولكن الشركات اللي فيها أرباح شوية متماسكة نوعا ما هي من أدى إلى ثبات السوق في المرحلة أو الماضية الفترة الماضية. نامل التوفيق للجميع مشاهدينا الكرام في أول جلسات هذا الأسبوع، وإن شاء الله نشوف وضعية أكثر إيجابية في هذه الجلسة، خاصة مع نتائج مالية جيدة لبعض الشركات، وتوقعنا خسائر أمانة لبعض الشركات لكن حققت أرباح، شركات فيها عندنا وعندها نمو في الأرباح جيد. لذلك مشاهدي الكرام بدت العروض والطلبات، لكن على عجالة وسريعا راح أشوف أنا مشاهدي الكرام وياكم الأخبار من قاعة التداول ومن شريط الأخبار، ومن ثم نعود إن شاء الله للعروض والطلبات، ولن نطيل كثيرا. العروض والطلبات مهمة جدا في هذه الجلسة، خاصة مع النتائج المالية لبعض الشركات مشاهدينا الكرام، ونأمل التوفيق للجميع في بداية أول جلسات هذا الأسبوع. لذلك ننتقل سوية لقاعة تداول ولشريط الأخبار الموجود في القاعة، ومن ثم إن شاء الله مشاهدين الكرام نشوف وياكم العروض والطلبات، ونعمل بأن تكون الطلبات أكثر إيجابية في هذه الجلسة. الحالية بيان عنده خسارة 258 ألف مقارنة بخسارة 119 ألف. عند اليوم شركات اليوم تاريخ الحياز اليوم آخر يوم، أصول 6%، أجيال 5%، مدينة الأعمال 5%، بورتلاند 70%، اليوم تاريخ الحياز لهذه الشركات. أما النتائج المالية مشاهدين الكرام، مدار تحقق خسارة 51 ألف، وغارت بخسارة 26 ألف، وطني الدولي القابضة تحقق ربح 505 ألف، أي ما يعادل 2.3 فلس، وغارت بربح 879، تلحظ انخفاض الأرباح 4.3 فلس، منشآت تحقق ربح 1,848,000، أي 5.7 فلس، مغارت بربح 147 ألف، في نص فلس تقريبا، لاحظ نمو كبير جدا في ارباح منشآت. جي تي سي كذلك نمو في الارباح 24%، تحقق جي تي سي 1,556,000، اي 10.4، مقارنه ب1,255,000، اي ما يعادل 8.4 فلس. أجيلتي كذلك تحقق نمو جيد في الأرباح 15,321,000، أي ما يعادل 6 فلوس، مقارنة بربح 12,770,000، أي ما يعادل 5 فلوس. السكب نمو كبير جدا في أرباحه، تحقق 6,732,000، أي ما يعادل 93 فلس، مقارنة بربح 32,000. وتوزع السكب، الشركة الوحيدة اللي راح توزع بالربع الأول لين الحين قبل نتائج اليوم مباشر، السكب راح توزع 80% نقدي.
بالإضافة إلى 22% نقدي مشاهدين الكرام لعام 2022. يعني الشركة محملة بأرباح وراح توزع أرباح في الربع الأول. أعيان العقارية كذلك تحقق نمو جيد في أرباحها 2,277,000 مقارنة ب 171,000. الخصوصية كذلك عندها نمو في الأرباح 434,000 مقارنة 265. كامكو تحقق خسارة 1,564,000 مقارنة بربح 3,603,000. الصناعات الوطنية مجموعة الصناعات الوطنية تحقق ربح 15,884,000 مقارنة ب 46,406,000. السفن عندها انخفاض غير متوقع مالت بالارباح 713,000 مقارنة بمليون و168. على عجالة مشاهدينا الكرام في اخبار اخرى في نتائج مالية اخرى، لكن حبيت ان انتقي للأسهم الشعبية مشاهدينا الكرام او اللي عليها تداولات على عجالة، ولاحظنا مشاهدينا الكرام كثير من شركات السوق فيها ارباح جيدة، لذلك يا مشاهدينا الكرام ممكن تنعكس هذه الارباح على نشاط هذه الشركات في هذه الجلسة، ونأمل التوفيق للجميع. لذلك ننطلق سوية مشاهدينا الكرام لبداية هذه الجلسة، ونأمل التوفيق للجميع، وندش على العرض الطلبات على طول، ونشوف وضعية الوطني وكذلك بيتك وبقية الشركات القيادية، ونأمل إن شاء الله أن تكون طلبات أفضل من العروض في هذه الجلسة، خاصة بأن الكل ينتظر هذه الجلسة مشاهدينا الكرام ووضعية هذه الجلسة. لذلك مشاهدينا نشوف الوطني 959-960 الوطني في بداية هذه الجلسة. لاحظ مشاهدينا الكرام الخليج اللي عنده 267-266، الدولي 180-181، برقان 192-194، بيتك 798-728، بوبيان 619-621، لاحظ الكويتيه 114-117، الامارات الوطنيه 244-246، المشاريع 125-126، ارزان 109-108، عيان 140-142، عقارات الكويت 110-109، المباني 715-728، الصناعات الوطنيه 205-205. يعني نوعا ما الوضع جيد، نوعا ما الوضع جيد. السفن 626-601، انخفاض بالسفن راح يكون في تراجع. بوبيان كيماويات 784-784، المنطقه الخضراء بوبيان. اجيليتي كذلك 615-618، زين 533-526. والله في ضعف، في ضعف في الطلبات في بدايه هذه الجلسه. بنك وربه 217-217، وربه اخفى 16، اعتقد راح يكون في المنطقه الخضراء او على استقرار، والله ما اذكر بالضبط. ميزان 401-400، ميزان راح يكون في تراجع في بدايه هذه الجلسه. المتكامله 378-389، البورصه دينار 802 دينار 819، الغانم 900-934. هذا بالنسبه للسوق الاول مشاهدينا الكرام. اما السوق الرئيسي ما بقى شيء، والله ما في وقت، ما في وقت، لكن قاعد اشوف الطلبات قاعد تزداد على بعض الشركات. 90-88، الساحل 92-84.8، الخليجي 380-389، وألاحظ مشاهدينا الكرام آسيا 57.1-57.7، الوطنية العقارية 82.4-83.4، عربية عقارية 36.1-37، نلاحظ كذلك بنية الأعمال 65.1-69، السكب مطلوب الحد الأعلى 290,000 تستحق ما توزيعات أرباح بالربع الأول، لذلك السكب بالحد الأعلى مطلوبة 290,455 مشاهدينا الكرام. استهلاكية 121-115، التنظيف 27-27، عربي قابضة 247-228. نلاحظ مشاهدينا الكرام لم يتبقى إلا دقيقتين في بداية هذه الجلسة. إيفا فنادق 20.1-20.2، المشتركة 414-429، أسس 99.8-104، منتزهات 66-66.4 مع بداية هذه الجلسة. القابضة المصرية 321-328، اس تي سي 571-569، وجي تي سي 334-339 مع بداية هذه الجلسة. اللي قاعد اشوفها مشاهدينا الكرام بعض الشركات في السوق الرئيسي افضل من السوق الاول لما الحين، افضل من السوق الاول مشاهدينا الكرام لما الحين، اللي قاعد اشوفه على بعض الشركات في السوق الرئيسي بقيادة طبعا السكب اللي راح تكون بالحد الأعلى، راح تفتح بالحد الأعلى تقريبا فوق 40% صعودا. عربية عقارية اللي من الحين الطلبات ضعيفة، بعض الشركات الأخرى آسيا نفس الإقفال تقريبا، نشوف الصفات 100-100.2، 102 آسف، الخليجي وكامكو 99-99 نفس إقبالها كامكو. نلاحظ الساحل يعني وضعية لبعض الشركات جيدة متماسكة، المتحد 259-260، والأهلي 308-327 مشاهدين الكرام، ووضعية بعض الشركات في هذه الجلسة خاصة الشركات القيادية. وقاعد نشوف مشاهدين الكرام بداية أو دشينا بالدقيقة الأخيرة في بداية هذه الجلسة، لذلك الملاحظ مشاهدين الكرام مع بداية هذه الجلسة
نشوف معاكم يعني بداية، نتمنى إن شاء الله أن تكون بداية إيجابية لبعض الشركات، نتمنى أن تكون بداية إيجابية لبعض الشركات وخاصة شركات السوق الأول في بدايتها. نلاحظ مشاهدينا الكرام مع بداية هذه الجلسة نأمل التوفيق للجميع، نأمل بجلسة إيجابية خضراء لجميع المؤشرات إن شاء الله. واللحظات الأخيرة مشاهدينا الكرام قبل الافتتاح، اللحظات الأخيرة قبل الافتتاح، وأعتقد الافتتاح إن شاء الله لكن السيولة راح تكون ضعيفة، السيولة اللي راح تكون ضعيفة على كثير من شركات السوق مشاهدينا الكرام، ولكن كوضع عام إن شاء الله نقول إن شاء الله إيجابي، إن شاء الله نقول إيجابي. لحظات تفصلنا عن افتتاح هذه الجلسة مشاهدينا الكرام، ونأمل التوفيق للجميع، ونأمل إن شاء الله بأن يكون الوضع أكثر إيجابية خلال الفترة القادمة من الساعة والساعات القادمة إن شاء الله. ولكن الافتتاح حاليا على الأبواب، لذلك ننتقل سوية مرة ثانية مشاهدينا الكرام نشوف افتتاح هذه الجلسة، ونأمل التوفيق للجميع، نأمل التوفيق للجميع. وقاعد نشوف مشاهدينا الكرام بداية هذه الجلسة، نلاحظ لون أخضر لجميع المؤشرات، لون أخضر لجميع المؤشرات في بداية هذه الجلسة، لون أخضر لجميع المؤشرات مشاهدينا الكرام في بداية هذه الجلسة. نلاحظ مشاهدينا الكرام في بداية هذه الجلسة، عندي بيتك يتراجع فلس، بوبيان فلس، الوطني 4 فلوس، الصناعات 3 فلوس تراجعا، السفن 17 فلس، بوبيان تكماويت 4 فلوس صعودا، اجيليتي 6 فلوس صعودا، الافكو بتراجع، جي اف اتش نمو في الارباح جيد 13 فلوس صعودا، ميزان بتراجع 10 فلوس، شمال الزور بتراجع، السيوله 625,000. نلاحظ مشاهدينا الكرام ضعف واضح، ضعف واضح في السيوله في بدايه هذه الجلسه، ضعف واضح في السيوله مشاهدينا الكرام مع بدايه هذه الجلسه. لذلك قاعد اشوف انا وضعيه مشاهدينا الكرام نتمنى ان شاء الله ان تكون ايجابيه خلال يعني الساعات القادمه لبعض الشركات. نلاحظ الخليجي الخليجي باستقرار، الاولى بتراجع 13 الفلس، نلاحظ صكوك بارتفاع فلس مع بدايه هذه الجلسه، ايفا دخول واضح على ايفا في هذه اللحظات، وطنيه العقاريه ب 18 الفلس صعودا، اجيال بتراجع، الانماء بارتفاع، ونلاحظ تجاره كذلك بتراجع، دبي الاولى، نلاحظ مشاهدينا الكرام المعادن، السك بالحد الاعلى، السك بالسك بالحد الاعلى مشاهدينا الكرام مره ثانيه بالحد الاعلى السك في بدايه هذه الجلسه. وليم الحين مشاهدينا الكرام بقيه الشركات الاخرى اللي قاعد اشوفه انا بعد السكب، عندي انا المستهلاكيه كذلك باستقرار في بدايه هذه الجلسه، والتنظيف بارتفاع، مركز سلطان بارتفاع، وريده بارتفاع، الرابطه بارتفاع، لكن جي اف اتش يتالق، جي اف اتش يتالق في بدايه هذه الجلسه مشاهدينا الكرام. ونلاحظ ايفا بوضعيه جيده، بنك بوبيان كذلك 619 متراجع، وزين كذلك، والله بعض الشركات القياديه فيها تراجع، لكن انتظر السيوله، انتظر السيوله ايش راح يصير في السيوله، ليه بالحين السيوله ضعيفه. بيتك متماسك عند 730، السكب 477 السكب حاليا 477 مشاهدينا الكرام للسكب في بدايه هذه الجلسه. اللي عربي قابضه ب 11 فلس صعودا، اريده كذلك نلاحظ مشاهدينا الكرام الدولي كذلك، يعني بعض الشركات وضعيتها جدا جيده في بدايه هذه الجلسه، عقارات الكويت كذلك بارتفاع، بيتك بارتفاع، السكب ما زالت بالحد الاعلى، معروضه اليوم الحين بالحد الاعلى، في تداول عليها بالحد الاعلى مشاهدينا الكرام، بيتك 730، ونلاحظ بقيه الشركات الاخرى مع بدايه هذه الجلسه سكب تطلب بالحد الاعلى، تسكر بالحد الاعلى مشاهدينا الكرام، تسكر بالحد الاعلى في هذه اللحظات. لاحظ عقارات الكويت 109، بيتك 730، بيان 19.5، وضعية جيدة، ننتظر السيولة تصير مليون، ننتظر السيولة تصير مليون مع بداية هذه الجلسة. ونشوف معاكم مشاهدينا الكرام الوطني صاعد 4 فلوس، وبيتك نازل فلس، وبوبيان نازل 3 فلوس، وعمارات وطنية فلس صعودا، وارزان وعقارات الكويت والصناعات الوطنية بتراجع، سفن بتراجع، بوبيان تكماويات، اجيلتي بارتفاع، ونلاحظ جي اف اتش ب 17 فلس، ميزان ب 10 فلوس تراجعا، والغانم بتراجع فلس مع بداية هذه الجلسة. يا السيولة صارت مليون، خلاص السيولة مليون، وارتفاع لجميع المؤشرات خاصة مؤشر السوق الرئيسي 14.8، السوق الأول 4 نقاط، السوق العام 6.5 نقطة، يعني جلسة افتتاحية إيجابية مشاهدينا الكرام، افتتاحية طيبة لبداية هذه الجلسة، نأمل التوفيق للجميع، نأمل إن شاء الله بمزيد من الارتفاعات مشاهدينا الكرام، ومزيدا من السيولة خلال ساعات التداول القادمة إن شاء الله. وكل الشكر لك يوسف، وكل الشكر لمشاهدينا الكرام. كل الشكر لك زميلنا عايد العنزي أبو عبد الله على هذا الإيضاح لهذه الجلسة الأولى من تداولات هذا الأسبوع. ومثل ما ذكر زميلنا عايد أن يعني التذبذبات واضحة في تداولات يوم الخميس، وهذه بداية موفقة ولاحظناها يعني بداية انطلاقة خضراء في بورصة الكويت. مشاهدينا نلقاكم بإذن الله عند الإغلاق، في أمان الله.
صباحكم الله بالخير مشاهدينا، ويوم جميل مليء بالسعادة والتفاؤل والفرح نطل فيه عليكم من تلفزيون دولة الكويت. صباح الخير نجيب. صباح الخير إسراء، صباحكم الخير مشاهدي الكرام، حياكم الله ويانا في حلقة جديدة من برنامجكم العالم هذا الصباح. مواضيعنا اليوم كثيرة وراح نسلط عليها الضوء في حلقتنا، وبدايتها راح تكون مع ذكرى مرور 60 عام على انضمام دولة الكويت إلى الأمم المتحدة. وفي الاستديو راح تكون ضيفتنا نسرين ربيعان، ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدى دولة الكويت، راح تحدثنا عن أهمية الاحتفاء بهذه الشراكة بين الكويت والأمم المتحدة. أيضا راح نتناول، مو احنا راح نتناول بس راح ناخذ نتكلم عن العلاج المناعي المتطور اللي ادخلته وزاره الصحه الى الكويت، واحدث نقله نوعيه كبيره في علاج اورام سرطان الثدي واورام الجهاز الهضمي والرئه والبروستاتا، عسى الله يشافيكم ويعافيكم ويرفع عنكم ان شاء الله، وغيرها من الامراض الخطيره. طبعا ومع اقتراب الاختبارات المدرسيه ايضا راح نتكلم عن كيفيه التحضير لها بشكل صحيح، وكيف يمكن للأهل المساهمة في تخفيف التوتر والقلق لأبنائهم خلال هذه الفترة. راح نناقش الموضوع مع الاستشاري التربوي ووكيل مساعد سابق في وزارة التربية الأستاذة منى اللغاني. برنامج العالم هذا الصباح ينطلق بعد الفاصل. في عام 1963 وتحديدا في 14 من مايو، أي قبل 60 عام، انضمت الكويت لمنظمة الأمم المتحدة لتشكل بذلك شراكة استراتيجية تعتبر بعثات الأمم المتحدة ذكرى انضمام دولة الكويت لمنظمة الأمم المتحدة يوما عظيما تميزه الشراكة المتينة والثقة المتبادلة التي تظلل العلاقات بين الجانبين. شراكة استمرت لسنوات طويلة ولا زالت بين دولة الكويت بمختلف مؤسساتها وهذه المنظمة الأممية في مختلف المجالات الإنسانية والدبلوماسية والسياسية والاجتماعية. 60 عاما من الشراكة بين دولة الكويت ومنظمة الأمم المتحدة بمختلف بعثاتها ومكاتبها، حاملة شعار السلام والاستقرار والازدهار على مختلف الأصعدة. ساندت دولة الكويت القضايا الدولية وأصبحت عضو فاعل في الكثير من القضايا الدولية وفي الأقاليم. أيضا الكويت نالت ثقة المجتمع الدولي من خلال عضويتها في مجلس الأمن، حيث أنها أصبحت عضو غير دائم في مجلس الأمن في مرتين. أيضا حازت الكويت على لقب مركز العمل الإنساني من خلال دعمها المالي، لأن القضايا الدولية ليست فقط من خلال التصويت، ولكن الكثير من المشاكل والصعوبات الدولية تحتاج إلى دعم مالي. شراكات استراتيجية فعالة بين دولة الكويت بمختلف مؤسساتها الحكومية والخاصة وبعثات الأمم المتحدة العاملة فيها، هذه الشراكة رسخت الثقة والحوار بين الجانبين على مدار العقود الماضية. شراكتنا معها والعلاقة معها ليست فقط مساهمات مادية، ولكن شراكتنا مع دولة الكويت بمؤسساتها الحكومية وبمستوى القطاع الخاص مبنية على سياسة الباب المفتوح، الحوار، الشراكة الفعالة في عدة قطاعات. طبعا الثقة من دولة الكويت بمنظمتنا فتحت المجال ليس فقط بعبور المساهمات المادية عن طريق الحكومة، ولكن التشجيع القطاع الخاص والأفراد في مساهماتهم المادية عن طريق منظمتنا من أجل التصدي للأزمات الإنسانية العالمية. بالنسبة اللي هي المناسبة 60 سنة للكويت في الأمم المتحدة، كما نحن بنعرف أنه لما تكون دولة تدخل في الأمم المتحدة كعضو في الأمم المتحدة بيكون في أهم شغلتين يكونوا موجودين في هذه الدولة. أول إشي اللي هو محبة للسلام، وتاني إشي اللي هو إنه تعمل على ميثاق الأمم المتحدة. وطبعاً الكويت معروف عنها قديش هي محبة للسلام وقديش هي تتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة. ومش بس هيك، في خلال هذه 60 سنة بيّنت دولة الكويت قديش هي إضافة للأمم المتحدة من ناحية هي سنتر أو مركز للإنسانية وكمان لتطور الأمم المتحدة في دول أخرى.
منذ العام 1963 سطرت مواقف دولة الكويت الدبلوماسية والإنسانية علاقة وثيقة وعميقة مع منظمة الأمم المتحدة، مجسدة حبها للسلام وتماشيها مع ميثاق الأمم المتحدة، وأنها رمز للإنسانية. جيهان حبيب، تلفزيون دولة الكويت. نجدد لكم التحية مشاهدينا الكرام. الشراكة اللي بين الكويت والأمم المتحدة استمرت لسنوات طويلة وأكيد راح تستمر لسنوات أطول في ظل تواصل مساعي دولة الكويت النشطة وجهودها الحثيثة نحو تحقيق السلم والأمن الدوليين وتعزيز مجالات التنمية المختلفة والاهتمام بحقوق الإنسان. طبعا للحديث حول هذه الشراكة وما يميزها نرحب بضيفتنا في الاستديو الأستاذة نسرين ربيعان، ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدى دولة الكويت. صباح الخير أستاذة نسرين. صباح النور. بالبداية حدثينا عن أهمية الاحتفاء بهذا اليوم عند الأمم المتحدة. أولا شكرا للاستضافة. طبعا اليوم 14 مايو هو يوم احنا بنعتبره يوم مميز وعظيم، هو انضمام دولة الكويت كعضو رقم 111 بناء على قرار الجمعية العمومية رقم 1872 كعضو في منظمة الأمم المتحدة. لما بنقول انه دولة عضو في منظمة الأمم المتحدة هو ترجمة الى المسؤولية المشتركة اللي جميع الدول بتتبناها من أجل تحقيق أهداف الأمم المتحدة، العدالة الاجتماعية الشمولية، بالإضافة طبعا إذا جينا نتكلم عن الهدف الأكبر اللي هو السعي نحو حياة أفضل لكل فرد على هذا الكوكب، رفاهية الشعوب بشكل عام وأيضا طبعا في دولة الكويت وفي غيرها. فنحيي دولة الكويت على 60 عام بالشراكة مع منظمتنا. تحية لك أستاذة. دائما ما تحرص دولة الكويت على المشاركة الفاعلة في تحقيق أهداف الأمم المتحدة، ودنا نعرف الجوانب التي برزت فيها الكويت بين المجتمع الدولي. طبعا دولة الكويت واللي أنا بحكي مش لا يخفى على أحد، أنا عم بعيد المعلومة اللي جميع العالم تعرفها. طبعا دولة الكويت بالنسبة لأهداف التنمية المستدامة من خلال مسيرتها كعضو في 60 عام تبنت أهداف التنمية المستدامة وروجت لها، بالإضافة طبعا إلى القضايا الإنسانية وقضايا حقوق الإنسان. بننظر طبعا إلى خطة الكويت للتنمية الوطنية اللي تم تبنيها من أيام المغفور له الشيخ صباح الأحمد الجابري الصباح، ورؤية دولة الكويت اللي بنسميها رؤية 2035. من أهم الأولويات اللي تبنتها دولة الكويت إنه هذه الرؤية اللي بتطمح إلى تفعيل النظام الصحي، إلى عمل الكويت، إلى رؤية جديدة للكويت إنها تكون مركز عالمي مالي اقتصادي اجتماعي. طبعا لكن اللي الشيء الجميل في هاي الشراكة ما بين الأمم المتحدة ودولة الكويت حرص إنه تكون أهداف خطة التنمية الوطنية متلائمة مع أهداف التنمية المستدامة اللي هي 17 هدف اللي هي أهداف الأمم المتحدة اللي تم تبنيها في 2012 اللي بتمشي على مبدأ لا إنه زي ما بيقولوها بالإنجليزي leave no one behind، عدم ترك أي أحد بالخلف، إلى نحو حياة أفضل، التصدي إلى الآثار السياسية، التحديات الاقتصادية، وأهم شيء تحديات المناخ. وأعتقد جهود دولة الكويت في هذا المجال واضحة. أستاذة نسرين، أنتم في مكتب شؤون اللاجئين، كيف ترون جهود الكويت في هذا المجال تحديدا، خصوصا بعد اختيار الكويت مركز للعمل الإنساني؟ طبعا احنا 32 سنة شراكة بين المفوضية ودولة الكويت. إذا بدي أعنون هاي الشراكة بعنونها بكلمتين، الاستقرار والازدهار. الاستقرار انه احنا دائما شراكتنا مع دولة الكويت عارفينها وما فيها اي تغيرات، شراكة فعالة مبنية على الثقة، مبنية على مثل ما حكيت سياسة الباب المفتوح. الكويت بالعشر سنوات الماضية طبعا من اكبر المانحين للأمم المتحدة،
خلال الأزمة السورية كانت المستضيف الأكبر لعدة مؤتمرات دولية واجتماعات صغيرة بهذا الهدف طبعا، ومن غير شك لقبت بمركز للعمل الإنساني، والمغفور له الشيخ الصباح الأحمد جابر الصباح كقائد للعمل الإنساني أو بنسميه كمان أمير الإنسانية. وطبعا هذا يعني زي بنقول إنه الكويت روجت لهذه القضايا من خلال عضويتها بالأمم المتحدة ونفذتها على الأرض من خلال شراكاتها من أجل تبني القضايا الإنسانية وحقوق الإنسان. أستاذة نسرين، من وجهة نظرك أو من وجهة المنظمة، يعني شنو الآفاق التي تنتظر دولة الكويت والأمم المتحدة في مسيرة رفاهية وكرامة الشعوب، طبعا شعوب الأمم في المستقبل؟ طبعا بدي أرجع أذكر طبعا إن شاء الله الشراكة ما بين الأمم المتحدة والكويت نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، رؤية الكويت 2035. طبعا الكويت دائما كانت على إدراك بأهمية مساعدة الشعوب الضعيفة، الكرامة الإنسانية اللي هم ضحايا الأزمات، ضحايا الأزمات الإنسانية. معلش اسمحوا لي كممثلة مفوضية بحكي أكثر على الجانب الإنساني. طبعا إذا بننظر أيضا ستينية دولة الكويت بالانضمام للأمم المتحدة تتزامن مع ستينية خلق الصندوق الكويتي اللي هي رؤية مبكرة لدولة الكويت بأهمية مساعدة هذه الدول من خلال المنوح والقروض، فالرؤية موجودة من زمان وعم تترجم طبعا خلال السنين، وإن شاء الله مع بعض بنحقق هذه الأهداف. أكيد صعبة شوي لكن بنمشي بخطى وطيدة في هذا الموضوع. إذن كل الشكر لحضرتك أستاذة نسرين ربيعان، ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدى دولة الكويت، وشكرا جزيلا لحضورك، نورتينا. شكرا لكم. شكرا جزيلا. إذا مشاهدينا الكرام فاصل ومن ثم لنا عودة إن شاء الله. إذن مستمرين معكم مشاهدينا في برنامجكم العالم هذا صباح، والآن راح نصحبكم إلى فقرتنا الميدانية بشبكة مراسلين من عدة مواقع. بداية ننتقل معكم إلى إدارة شؤون الانتخابات ومتابعة اليوم الأخير من استقبال المتقدمين لطلبات الترشح لانتخابات مجلس الأمة 2023. طبعا اليوم العاشر عملية استقبال المرشحين مستمرة وبشكل سلس، واليوم هو آخر يوم ويقفل بعدها باب تقديم طلبات الترشح لانتخابات مجلس الأمة. إذن لمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من إدارة شؤون الانتخابات بمنطقة الشويخ الزميل فهد التركي، مراسل تلفزيون دولة الكويت. صباح الخير فهد، وما هي الأجواء عندك في إدارة شؤون الانتخابات في اليوم الأخير من استقبال طلبات الترشح؟ صباح الخير إسراء، صباح الخير نجيب، تحية لكم ولمشاهدي برنامج العالم هذا الصباح من تلفزيون دولة الكويت. فعلا العرس الديمقراطي يعني يتجلى بأبهى صورة له من خلال إدارة شؤون الانتخابات في يومها العاشر والأخير، والذي امتدت لمدة 10 أيام منذ 5 من الشهر الجاري وحتى 14 وهو اليوم الأحد، نهاية تسجيل مرشحي انتخابات مجلس الأمة لعام 2023 في صورة تجسد التكامل والتعاون الحكومي الكبير بين كافة الجهات المعنية في الدولة بقيادة وزارة الداخلية في جانب، ووزارة العدل، ووزارة التربية، وبلدية الكويت، والجهات المعنية الأخرى في الجانب الآخر، لنحصد النجاح الكبير الذي تحقق في خلال 10 أيام. اليوم الأحد يسدل الستار على عملية تسجيل مرشحي مجلس الأمة وصولا إلى جاهزية اللجان الأصلية والفرعية والمدارس في كافة الدوائر الانتخابية 5، تمهيدا للوصول إلى يوم الانتخاب في 6 من شهر يونيو المقبل. ماذا عن الإحصائية في اليوم الأخير وحتى الساعة، وماذا عن جاهزية اللجان
الأصلية والفرعية، وماذا سيتم بعد إغلاق باب تسجيل المرشحين. كل ذلك وأكثر سيكون حاضرا معنا في الحديث الذي سيجمعنا مع النقيب حقوقي حسن إسماعيل الصراف من إدارة شؤون الانتخابات. صباحك الله بالخير النقيب حسن. يعني جهود كبيرة بذلت في خلال العشر أيام الماضية من أجل إتمام وإنجاح تسجيل المرشحين لانتخابات مجلس الأمة، وحتى الساعة كم بلغ إجمالي المرشحين الذين تقدموا لانتخابات مجلس الأمة في إدارة شؤون الانتخابات، والإجراء الذي يستوجب على كافة المرشحين بعد إغلاق باب التسجيل في الواحدة والنصف من ظهر اليوم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أحب أرحب فيك ورحب بالسادة المشاهدين. ساعات قليلة ويقفل باب الترشح لاستقبال طلبات المرشحين لانتخابات مجلس الأمة لسنة 2023 التي استمرت وامتدت لعشر أيام متتالية. حتى هذه اللحظة تقدمها إلى إدارة شؤون الانتخابات عدد 118 مرشح، طبعا من ضمنهم حالتين تنازل ومن ضمنهم 9 إناث. أحب أنوه على السادة المرشحين بعد الانتهاء من تسجيل طلب الترشح التوجه إلى المخفر لتقديم الطلب، ومن ثم استكمال إجراءات الطلب. المخافر راح تستقبلهم للساعة 2:30 مساء كل حسب دائرته. أحب أعيدهم بس: الدائرة الأولى مخفر الدعية، الدائرة الثانية مخفر الشامية، الدائرة الثالثة مخفر كيفان، الدائرة الرابعة مخفر عمارية، الدائرة الخامسة مخفر العدان. نقيب حسن، يعني ماذا بعد عملية تسجيل المرشحين في يومها يعني العاشر؟ ما الإجراءات الذي يعني القانونية التي ستتم لفحص طلبات الترشح في خلال الأيام المقبلة؟ بعد انتهاء فترة تسجيل المرشحين تقوم وزارة الداخلية بفحص جميع الطلبات، وذلك لاستيفائها لشروط قانون الانتخاب، ومن ثم يمكن يصرح للمرشح بالترشح. ماذا عن عدد المدارس التي ستقام فيها الانتخابات وعدد اللجان الأصلية والفرعية وإجمالي عدد الناخبين في كافة الدوائر الخمس؟ عدد المدارس 118 مدرسة، عدد الناخبين 793 و664 ناخب ذكور وإناث. وأحب أضيف أن اللجان أصلية وفرعية عددها 759 لجنة. تعاونكم مع الجهات المعنية، وزارة العدل، وزارة التربية، بلدية الكويت، وزارة الصحة، في سبيل جاهزية كافة اللجان الأصلية والفرعية والمدارس التي ستجرى فيها العملية الانتخابية؟ أحب أوجه الشكر لجميع الوزارات والهيئات التي تعاونت مع إدارة شؤون الانتخابات من بداية صدور المرسوم حتى هذه اللحظة، وحتى بعد انتهاء العرس الديمقراطي، لتسهيل وتسخير كافة الاحتياجات التي تتطلب لإنجاح عملية اليوم الديمقراطي. نجدد بأن لغاية الساعة كم عدد المرشحين الذين تقدموا لإدارة شؤون الانتخابات؟ حتى هذه الساعة عدد المرشحين 118 مرشح، من ضمنهم 2 متنازلين، العدد الفعلي 116 مرشح. كل الشكر والتقدير للنقيب حقوقي حسن إسماعيل الصراف من إدارة شؤون الانتخابات، والشكر موصول لكل الجهات المعنية التي تساهم في مواكبة وإنجاح العرس الديمقراطي في دولة الكويت. إسراء، سنستمر معكم وعلى يعني الهواء مباشرة في متابعة سير اليوم الأخير لعملية تسجيل المرشحين من إدارة شؤون الانتخابات في خلال الساعات المقبلة إن شاء الله. نعم، زميل فهد التركي مراسل تلفزيون دولة الكويت، شكرا جزيلا لك ولضيفك الكريم. بتوجيهات من القيادة السياسية، جمعية الهلال الأحمر الكويتية تطلق حملة أغيث السودان، وقوفا مع الشعب السوداني الشقيق لمواجهة الظروف الإنسانية الصعبة ولسد حاجتهم الماسة لمتطلبات الحياة. جسر جوي من المساعدات وتبرعات شعبية عبر الموقع الإلكتروني للجمعية والمقار المخصصة.
أيادي الكويت البيضاء ممتدة دائما إلى تقديم المساعدة لكل من يحتاجها، إذ يستمر الجسر الجوي الكويتي لتلبية نداء الحاجة في السودان الشقيق. عشرات الأطنان من المساعدات الطبية والغذائية تصل لمن يستحقها من أخواننا السودانيين المتضررين من الصراع هناك. إذا لمزيد من التفاصيل حول حملة الإغاثة هذه ينضم إلينا من قاعدة عبد الله مبارك الجوية مراسل تلفزيون دولة الكويت الزميل نواف الشراكي. نواف صباحك الله بالخير، وما هي آخر مستجدات الجسر الجوي الكويتي ومساعدات البلاد إلى السودان الشقيق؟ صباح الخير نجيب، وصباح الخير إسراء، وصباح الخير كل من يشاهدنا الآن عبر برنامج العالم هذا الصباح من قاعدة عبد الله مبارك الجوية في مطار الكويت. حقيقة مستمرين معكم في هذه التغطية بالنسبة لطائرات الجسر الجوي الكويتي، وذلك لإرسال المساعدات الإنسانية إلى الأشقاء في جمهورية السودان، ولكن حتى نعطي للمشاهد صورة أقرب حول ما استجد من الطائرات. معنا الآن الأستاذ خالد الزيت مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام في جمعية الهلال الأحمر الكويتي. أستاذ خالد صباح الخير، شكرا لك على تلبية هذه الدعوة. بالنسبة لما يستجد من الطائرات لجسر الجوي الكويتي الإغاثي إلى الأشقاء في السودان، أقلعت قبل قليل طائرة عسكرية تابعة للقوة الجوية الكويتية وعلى متنها أطنان، تفاصيل حول هذه الرحلة. صباح الخير عليكم على السادة مشاهدي تلفزيون الكويت. طبعا هذه تعتبر الرحلة السابعة من الجسر الجوي الكويت، ننتظر إن شاء الله عندنا غدا طائرة، وننتظر مزيد من الطائرات خلال الفترة المقبلة. لله الحمد هناك 10 طن من المواد الغذائية والإغاثية والطبية توجهت إلى السودان، ولله الحمد تم توزيع هذه المساعدات السابقة مع الهلال الأحمر السوداني ووزارة الصحة السودانية. كل الشكر والتقدير طبعا لكل من ساهم في هذه الجهود، سواء بالقوة الجوية من قاعدة عبد الله مبارك أو وزارة الصحة أو وزارة المالية، وعلى رأسهم طبعا وزارة الخارجية كان لها دور رئيسي في التنسيق مع الهلال الأحمر الكويتي لإيصال المساعدات بشكل مباشر لإخواننا وأشقائنا في السودان. أستاذ خالد بالنسبة للرحلات القادمة، نتوقع إن شاء الله 5 رحلات إن شاء الله خلال هذا الأسبوع، يعني تقريبا عندنا نقول 6 رحلات، وننتظر هذه الرحلات محملة طبعا كما نقول ما طبية إغاثية، وإن شاء الله هناك موضوع هناك طلب آخر هو الخيام، إنها راح تكون في إحدى الطائرات فيها خيام إن شاء الله سنوجهها إخواننا في السودان. وبالنسبة يوم غد الاثنين هل هناك في طائرة؟ باكر في طيارة في 10 طن محملة بالمواد الطبية والإغاثية. أستاذ خالد زيت كل الشكر لك على هذه المعلومات، ونتمنى لكم التوفيق، وشكرا لكم على هذه الجهود اللي تبذلونها كجمعية الهلال الأحمر الكويتي من المسؤولين والمتطوعين، وأيضا الجهات المعنية الأخرى المشاركة، وزارة الدفاع، وزارة الخارجية، وزارة المالية، وزارة الشؤون، وزارة الصحة، وجميع المواطنين والمقيمين الذين ساهموا في التبرع للأشقاء في السودان. كل الشكر لك. شكرا لك نجيب. مثل ما تفضل أستاذ خالد زيت مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام في جمعية الهلال الأحمر الكويتي حول الطائرة التي أقلعت قبل قليل، وهي الرحلة السابعة لإرسال المساعدات الإنسانية والمواد الإغاثية إلى الأشقاء في جمهورية السودان الشقيق. كل ما يستجد حول طائرات الجسر الجوي راح نكون معاكم أولا في أول من قاعدة عبد الله المبارك الجوية. نعم زميل نواف الشراكي بارك الله فيك، وشكرا جزيلا لك، وشكرا لضيفك الكريم. مشاهدينا، وزارة الصحة أدخلت خلال السنوات الست الأخيرة العلاج المناعي أو ما يسمى بالعلاجات البيولوجية في مركز الكويت لمكافحة السرطان وبعض المستشفيات العامة. هذه الأدوية المتطورة أحدثت نقلة نوعية كبيرة في علاج أورام سرطان الثدي وأورام الجهاز الهضمي والرئة والبروستاتا وغيرها. تعتمد العلاجات المناعية على مبدأ تحفيز الجهاز المناعي للتعرف على الأورام ومهاجمة الخلايا السرطانية فقط دون غيرها، بينما العلاج الكيماوي يهاجم الخلايا السرطانية والسليمة. نتابع. العلاج المناعي أو ما يسمى بالمعالجة البيولوجية التي أدخلتها وزارة الصحة خلال السنوات الست الأخيرة أحدثت نقلة نوعية في علاج العديد من الأورام السرطانية كأورام الجلد والرئة والبروستاتا وأورام الجهاز الهضمي والثدي.
العلاجات المناعية من اسمها علاج مناعي، فكرتها تحفيز الجهاز المناعي للتعرف على الأورام، وبالتالي يعني تقع ضمن العلاج المناعي مهاجمة هذه الأورام. تختلف عن العلاجات التقليدية مثل ما قلنا العلاجات الكيماوية. العلاجات الكيماوية عبارة عن إبر تعطى مرة كل 3 أسابيع أو مرة كل 4 أسابيع، في بعض قد يمكن تعطى مرة أسبوعيا، ولكن فكرة العلاجات الكيماوية قتل الأورام الخبيثة، بالإضافة تأثيرها أيضا على العلاجات أو على الخلايا السليمة في الجسم. تعطى العلاجات المناعية في الوريد مرة واحدة شهريا على مدى سنتين. عادة تعطى في الوريد مرة كل 3 أسابيع أو مرة كل أسابيع، فنتكلم مرة شهريا بشكل عام. حاليا في عندنا يعني في بوادرنا قاعدين نلاقي هذه الأدوية تعطى تحت الجلد، إذا المريض جسمه استجاب للعلاج بشكل جيد وما عنده آثار جانبية نقدر نستمر في العلاجات هذه لما يقارب السنتين. هذه اللي احنا مثل ما نقول عندنا الدليل الطبي الحالي اللي موجود ان نعطي هذه العلاجات لمدة سنتين. يستخدم العلاج المناعي لأنواع معينة لأورام سرطان الثدي ثلاثي السلبي أي سريع الانتشار، ويعطى مع العلاج الكيماوي قبل التدخل الجراحي للحصول على نسب الشفاء مرتفعة. العلاج المناعي دخل في علاج المرضى دول مع العلاج الكيماوي تهيئة للمريض قبل التدخل الجراحي، عمل فرق واضح من حيث نسب الاستجابة، احتمال استئصال كامل للثدي قل كتير بنسبة أكثر من 60 أو 70%، الاستجابة الكاملة للعلاج المناعي مع العلاج الكيماوي بتصل أكثر من 60%. أدخل مركز الكويت لمكافحة السرطان العلاج المناعي عام 2018، وقبل 6 أشهر استخدمت العلاجات المناعية في مستشفى جابر الأحمد لعلاج أورام سرطان الثدي، وتم علاج 4 حالات وتماثلت بالشفاء التام. لما أبو علاوي، تلفزيون دولة الكويت. مشاهدينا، ننتقل معكم إلى أحد أهم مواضيع الساعة، الاختبارات، كيفية الاستعداد لها لمذاكرة جيدة وناجحة. بخصوص هذا أعلنت وزارة التربية أنها ستطلق اليوم الأحد حملة توعوية إلكترونية عبر حساباتها الرسمية بوسائل التواصل الاجتماعي بعنوان استعد، وذلك بهدف توفير الدعم اللازم للطلاب والطالبات في التحضير الجيد للاختبارات. بلا شك إسراء، فترة الاختبارات تحتاج إلى استعداد نفسي وإعادة ترتيب الأولويات بالنسبة للطالب وأيضا حتى الأسرة، يعني لتقدم كل الدعم والحب لأبنائها الطلبة. حول هذا الموضوع تثيرنا إن شاء الله ضيفتنا في الاستوديو الأستاذة منى اللوغاني، استشاري تربوي ووكيل مساعد سابق في وزارة التربية. أستاذة منى، صبحك الله بالخير، حياك الله ويانا في العالم هذا الصباح. صبحكم الله بالنور، وسعيدة بلقائكم إن شاء الله مرة ثانية. احنا سعداء أكثر. أستاذة منى، شلون يتم التحضير بشكل صحيح لفترة الاختبارات؟ شوفوا، الاختبارات يعني شيء مو جديد، يعني أن الطلبة يمتحنون فصل أول فصل ثاني، ولكن يمكن نهاية الفصل تكون شوية فيها ضغط شوية على الطالب أو على الأسرة. المفروض الأسرة أن تعيش الطالب في جو عادي طبيعي، لأن إذا كان في هناك ضغط وخوف وقلق أنت تنقلها بطريقة غير مباشرة حق للطالب. عيالك بالبيت إيه؟ فأنت لازم تكون مهيئ، أنت كأب وأم وأولياء أمور إحنا نكون مهيئين نفسيا، نخفف القلق، نخفف التوتر، نخفف المحاتات، نخفف أن امتحان لا، امتحان شيء عادي طبيعي راح تمر فيه، لأن كل نهاية فصل أنت لازم تختبر يعني. فهذه الأسرة يعني مثل ما قلت لنا وزارة التربية أطلقت كان في حملة احنا كنا نسميها الامتحان المريح. الامتحان المريح ان المدرسة
هي نفسها إدارة المدرسة توفر الأجواء المريحة داخل المدرسة في وقت أداء الامتحان. وحملة استعد أعتقد أن هي حملة مسبقة يعني تسبق الامتحان المريح، بحيث أن أنت الاستعداد يكون مثل ما ذكرت من جهة البيت، من جهة المدرسة، من جهة الطالب نفسه. يعني يهمني أنا الطالب، عيالنا لازم هم نفسيا يستعدون. أستاذة منى، حضرتك مستشارة تربوية، والطالب عادة يعني فترة الاختبارات أكيد لها رهبة وخوف عند الطالب، شلون ممكن أن احنا نبعد شبح الخوف عن الطالب ونخليه يعني يركز أكثر في الاختبار بدل القلق اللي يسبق الاختبار؟ أول شيء لازم نحط يعني أول شيء لازم نعطي الطالب ثقة بنفسه. ولازم الطالب يكون عنده استعداد. يعني أنا مو طول السنة بأهمل الدراسة بأي آخر الأيام أقول والله أنا بستعد وبدرس، لا، لازم الطالب أول شيء يكون مواظب على دراسته، عنده ثقة بنفسه، الأولياء الأمور متابعينه داخل المدرسة. وما أعتقد في أم وأبو ما تدري عن مستوى ولدها أو بنتها طول السنة. فهني الطالب أول شيء أن أنا أعطي عيالي كإيحاء سواء بالمدرسة أو بالبيت أن هذا أمر طبيعي راح تمر فيه، لا يعني، لأن الخوف والقلق راح يخلي يشوش عليك، ما راح يخليك وتفكيرك. وبعدين أنت شلون تستعد؟ أنا استعد أول شيء أني أنا عندي منهج مقرر، أحط لي جدول. يعني إذا أنا باقي عن امتحاني شهر، امتحاني 20 يوم، أخذ الأيام كلها وأوزعها بحيث أني أحط لي منهج مراجعة للأيام اللي متبقيت لي، وأخذ جدول الامتحان وأنسق. يعني مثل ما نقول إحنا ترتيب الوقت، إدارة الوقت وترتيب الأولويات، بحيث أنه يكون الطالب عنده قدرة أن هذا الوقت اللي متبقي قبل الامتحان أديره وأرتب أولوياتي حسب جدول الاختبار اللي عندي. وصلتيني حق نقطة أنا ما كان ودي أتكلم فيها بس راح أتكلم فيها. أنا ما أدري يعني وزارة التربية هل هو بسبب الانتخابات أم أنه بسبب أمر ثاني، الله أعلم، ولكن يعني جربوا وقت الامتحانات 5 أيام، والمفروض تبدأ الامتحانات تاريخ 28/5. خلوها تبدي تاريخ 23/5. هذا أمر أثر نفسيا على الطلبة، خاصة الطلبة المجتهدين أو الطلبة اللي يبون يتميزون. المنظم وقته يعني. هو مثل ما قلت أنت بخصوص تنظيم الوقت. نعم. فهل هذا من صالح؟ هل هذا ضد؟ وشلون أيضا في نفس الوقت أنا أقدر أعالج في البيت هذا يعني الخمسة أيام اللي فقدها الطالب؟ يعني أنت تستقل هذه الفرصة بأي ظرف من الظروف. إحنا لازم نعود عيالنا إن إحنا في حياتنا مو كل شيء راح يمشي مثل ما نبي، طبيعي، وممكن يعترضك أي مشكلة في حياتك، والامتحان هذا وتجديمه هاي يعتبره نوع من أنواع اللي الصعوبات راح تجيك. أدرب ولدي أو أعود ولدي أني أنا شلون أقدر أوجد البديل وبسرعة أني أغير جدولي للمراجعة، بحيث أن هالخمس أيام اللي تجدمت بحيث أني أنا أقدر أعوضها بطريقة يعني باقي فترة. يعني هالخمس أيام هم خذوا فيها خبر شوية مبكر يعني عن الوقت المطلوب، فبحيث أنه هو عودة أنه هو شلون هالخمس أيام يجدمها بحيث أنه يتوافق مع جدول الامتحانات. أعطيه الثقل المشكله اللي او الصعوبه اللي جاته في اني اعطيه مهاره شلون يعالج المشكله بطريقه انه يقدر يتعداها وما يتاثر كمية فيها. كميه المواد كبيره استاذ. هو المنهج هو قاعد يمتحن في يعني منهج الفصل الثاني، وبعدين انا ما اقول له انا كأم ما المفروض ولدي يكون او بنتي يكون عند المنهج وعارفه ومقسمه ومرتبه. يعني الاستعداد مو هو بيوم وليله، طبيعي. الاستعداد يكون هو مدرب اساسا على اني انا هذا الامتحان جايني اوريدي كلهم عارفين ان نهايه شهر 5 في امتحانات. فهو هني يكون عنده الاستعداد. احنا يهمنا بالطالب مو بس انه يدرس، استعداده النفسي مهما درس وعنده خوف وقلق وعدم راح ياثر عليه بورقه الامتحان. هذه المشكله في بعض الطلبه، عفوا بس على مقاطعتك، في بعض الطلبه من كثر ما يهتمون في الدراسه يكونون مثلا حاطين في بالهم احنا بعد امتحانات العمليه نبدي خلاص، احنا هني مثلا حاط لي انا باليوم مثلا ماده او مادتين على حسب الكم اللي هو موجود. كم المواد كبير، فلما انت اخذت منهم 5 أيام اثر،
طيب كان في هناك حلول أخرى يمكن أو أفضل، يعني بدل لا أنا أجدب 5 أيام، ما ندري عن ظروفهم يعني، أخلي يعني هذه المشكلة. أنا يا ريت أيضا وزارة التربية يعني يمكن لنا هذه النقطة، يعني ممكن أن مثلا يكون الثلاثة اللي هو يوم الانتخابات والأربعة عطلة، في ظروف يعني في ظروف حتمت عليهم أنهم يجدمونها أو أمور ثانية. أثبتت أن اليوم اللي بين عطلتين دائما الطلبة لا، بس ما يقدر اختبارات نهايه السنه بداوم هو احنا عليه. انا لازم اعود عيالي ان يعني اعود نفسي واعود بيتي واولادي اني انا هذه المشكله اللي احنا الحين او خلينا نعتبر هذا الصعوبه اللي جاتنا ان احنا نعالجها بطريقه اني ما اعطي ولدي يعني مثلا ويجدموا للامتحان 5 ايام يلا. المشكله الولد هو اللي يجيك الولد هو طبيعي طبيعي لانه هو يعني مثل ما قلت مقسم وقته ومرتب نفسه هي شيء زحزح الأيام وسواه بسرعة وتجدم وهو مرتب يعني صار في عنده خربطة. هني أنا أخذ ولدي أمتصه أهديه أقول له ما يخالف الأمور كلها راح تعدي على خير والامتحان راح يمشي وأمورك راح تصير طيبة بس أنت أهدى وتعال خلينا نفكر أنت شيل يقدر حل الموضوع. يصير في ضغط يصير في شوية بس يقدر إن بحيث أني أنا ما أخليه يتأثر في دراسته بالوضع اللي هو حصل معه. بعدين هو كطالب سواء يعني المتفوق مثل ما قلت اللي هو دائما حريص على الوقت وعلى الساعة واللي عد الأيام والوقت بحيث إنه يراجع هو ما شاء الله يعني هو يكون عنده معدلة وعنده يعني خبرة وعنده إيه بس هو يحب إنه يحصل على أفضل لأنه هو متفوق. هذا الضغط اللي يصير عليهم. إيه فهذا هني أخفف عليه الضغط. أنت ما شاء الله عليك أعطيه ثقة بنفسه. أعطيه دفعة إيجابية أساعده نفسيا ترى أنا الامتحان عندك مهم النفسية على الطالب بالاستعداد النفسي وثقته بنفسه وتركيزه وإحساسه أن كل اللي حواليه يساعدونه ويعطونا دعم نفسي وإيجابي راح يساعد يعدي المرحلة. بعدين أنا أنصح يعني من الخبرة أنصح عيالنا اتركوا عنكم السهر. السهر هذا يؤثر على التفكير والتركيز. نام مبكر واقعد مبكر استقل النهار كله بالمراجعة حتى ما تتعب بالليل لأن اللي حاصل يمكن تشوف واصلون السهر ويروحون يقدمون اختبار ورد البيت وين استاذ منى يمكن هذا هم يعني وايد طلبه يتساءلون ان هل المذاكره او المراجعه في اللحظات الاخيره او قبل الاختبار مفيد لاسترجاع المعلومات ام ان مثل ما حضرتك قلتي ان الافضل ان ياخذ قسط من الراحه وينام لا هو بس صراحه يعني انا من تجربتي انا من كنت طالبه دائما يقول لنا هالنصيحه بس صعب تطبيقها يعني لا شوفي هو في طرق حق للتراجع مستحيل تاخذين الكتاب المنهج وتراجعينه بساعه وساعتين هم لما يقعدون الطالب لما يراجع لازم يكون عنده طريقه بالمراجعه بانه بحيث انه ياخذ اهم النقاط ويحط لها تلخيصات ويكون هذا او خرائط ذهنيه اسمها والتلخيص جدا مهم التلخيصات المواد المهمه بحيث انه ياخذ النقاط المهمه بحيث ما يعذب يعني يود الكتاب ويفتحونه ويدورون يسبب له ضغط. انت اول كل ما كنت انت او ما راح المخ سبحان الله يستجمع المعلومات والخبرات ويخزنها وعندك انت طريقه بانك لاسترجاع لما تستدعي هالمعلومات لما انت تتذكر الخرائط الذهنيه اللي انت رسمتها وطريقه التلخيص انت لخصتها. ممكن تراجع بالتلخيصات قبل ما يبتدي الامتحان بس احنا نقول نبيك ترتاح نفسيا تركز شويه تراجع بذهنك تتذكر المعلومه تاخذ الوجبه يعني انت تحتاج تقضيه تحتاج كم من الماء تشربه تحتاج يعني اشياء تعطيك طاقه لان وايد من الطلبه يروح البيت يروح المدرسه ما هو ماكل يعني يروح مو ماكل يعني ماخذ وجبه لو خفيفه شويه تساعده علشان يصحصح ويقعد يقدم اختبار لا بعدين من كثر التوتر ومو ماكل وسهران يغمى عليه هني انت خسرت تعبك وخسرت وقتك وخسرت جهدك واغمى عليك وقعدونك وتقعد مو مركز يضيع عليك لا انت اخذ الامور اول شيء اخذ الامور بسهاله وبهدوء وعطوا عيالكم ثقه نفس وهدوء نفسي وتركيز وترتيب وترتيب الاوقات وتنظيم الاولويات ومهما احنا راح نتعرض لظروف ما ندري احنا شنو نتعرض لها نعالج المشكله وبعدين نهتم بتقضيتنا ما نسهر نهتم بالمذاكره بطريقه صحيحه لان
مو كل من فتح الكتاب، وفي هناك يسمونهم أسرار المذاكرة، أسرار المراجعة، أنك أنت تعلم ولدك شلون يكون ذكي، يستفيد من الوقت المتبقي بطريقة يراجع فيها، بحيث يأخذ المعلومات المهمة بطريقة ملخصة وواضحة قدام ذهنه، ولما يراجعها يستدعي المعلومات كلها بسرعة. هي مو عملية حفظ وتسمع، لا، فهم قبل الحفظ. لا، احنا نعرف وايد ناس انا حافظ مفاهم وايد هذول. طيب احنا كدورنا كاولياء امور شلون نجهز عيالنا لهذه الفتره او حتى حزه الاختبارات؟ انت كولي امر بالبيت ابتعدوا عن المشاكل والصيحه واللويا اليومين او الايام اللي حق عيالك، ناجلوا الخلافات. ناجل الخلافات، يعني قصدك هم ندلع العيال بهالفتره. هو يحتاج شويه يعني يلقى خلافات داخل البيت، وين يدرس مسكين يعني هذا الطالب. لازم شويه البيت يكون فيه هدوء نفسي عفوا، هدوء يعني الخلافات استقرار هذا الهدوء النفسي والراحة. حاول أنك تخلي حق ولدك يغير المكان اللي قاعد فيه ذاكر، لا يسك على نفسه بقرفة، ويخليه شوية يغير، ينتقل الأماكن اللي يحبها في البيت، يقعد يعني وقت راحة مو كله بس مذاكرة. صحيح. يقسم وقته في وقت راحة، في وقت نوم، في وقت مذاكرة. في وقت الراحة يصير في بعض الأحيان أكثر من ذلك. يعني مو معقولة بيقعد يذاكر ساعة بدون ما يرتاح 10 دقائق، ياخذ له وجبه او ياخذ له عصير وريح نفسه. يعني انت كولي امر ابعد الخلافات، هذا اول شيء. حلو. صيروا قدام عيالكم في كل وقت، يعني خلي الولد يحس بالامان النفسي داخل البيت، يكونون قراب من عيالكم. لما يحس ان عيالنا بعد ما شو صايرين، اذا ودينا لهم سناك ولا شيء يقولون قاعد تسوي لنا مسلسل عربي. لا، خلي هم الحين عيالنا يعني لهم يعني تعامل مو مثل يعني ونفسنا احنا قبل. يعني نقول انا كنت ولا استانس، لا، الحين هم خليه يحس برأي، يعني يبي ياكل يروح ياخذ، اذا هو على طبيعته، على طبيعه البيت والتربيه اللي هو متعلم عليها. يقلل الجو النفسي، ابعد الخلافات، يعني اتعامل معه بطريقه تناسب عمره وسنه. اذا بالثانويه طبعا كبير هذا لا شخصيته، مثل ما قلتي الام تخاف على ولدها ومن كثر حنانه توفر لك شيء، ساعات يقول لا انا يما مو يعني يا اهلا خليني اروح اخذ اللي ابي واخذ هذا. فاتعامل معه حسب عمره، اوفر له الجو النفسي والهدوء والراحه النفسيه، احرص عليه انه ما تسهر، لا تشرب قهوه وايد وشاي وايد، يموتون عيالنا على القهوه والشاي. لو لها وقت معين بس لا تخليها اكثر من اللازم تاثر على صحته. اي ما احرمه، بس ما اخليه ياخذ الشيء اوفر بحيث انه ينسى الوجبه وينسى الاكل. صحيح. والتغذيه الصحيه ويروح حق القهوه والشاي. يعني هذا ملاحظ عنده شويه عيالنا يكثرون منها كافيين، الشاي بعد ما يشربونه كثر ما يحبون القهوه. اي صح، احنا مع الهبه مع الهبه صح. فاحنا نحاول احنا كاولياء امور ان نوفر البيت مثل ما قلت لكم، نكون قريبين على عيالنا، نعطيهم الاحساس بالامان النفسي. ترى وايد مهم انه يحس امان، وامه وابوه يمه والجو هادي، هني يرتاح نفسيا، يتفرق حق الدراسه. لما يتفرق اي مشكله عنده بالمذاكره، في وايد يعني في جهات وايد قاعده تساعده، في المنصات ما شاء الله يعني التعليميه وايد تقدم حق الطلبه مساعدات، فوسائل اللي مساعده اوضحها له، أكون معين له. يعني أنا استصعب شيء، في وسائل مساعدة أقدر أساعده فيها. يعني دور الأهل إرشادي توجيهي إرشادي أكثر ما أقول. إرشادي إيه طبعاً، إذا هو يحتاج أي مساعدة بتساعدينه. النوم، يأخذ وقت النوم الكافي، يقعد الوقت الكافي، ينظم وقته. هذه هي الأشياء المفروضة من أولياء الأمور. جميل. إذن الأستاذة منى اللغاني، استشاري تربوي ووكيل وزارة مساعد سابق في وزارة التربية، بارك الله فيك. شكرا على حضورك. الله يسلمكم. شكرا جزيلا. إذن مشاهدينا فاصل ومن ثم لنعود. نبحث
تبحر في عالم الصحافة المحلية والدولية. نرصد أهم العناوين ونتحقق من الأخبار والمضامين. نغوص في الافتتاحيات والأعمدة والمقالات ونتعمق بتحليلها وتفسيرها. نستعرض لكم الصحافة العربية والدولية بعيون مراسلين حول العالم. تابعونا في برنامج ماشية الصحافة من الأحد إلى الخميس في الأوقات التالية. أعود إليكم مشاهدينا لنصحبكم خلال جولتنا الدولية إلى آخر المستجدات حول العالم. وفيها قوات الاحتلال الإسرائيلي تكسر الهدنة المعلنة بين الجانبين بقصف جوي على مدينة رفح. جولة محادثات جديدة بين طرفي الصراع السوداني مع احتدام القتال. تركيا 64 مليون ناخب وناخبة يستعدون للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية والتشريعية اليوم. جولة جديدة من الأخبار الدولية نبدأها من الأراضي المحتلة، حيث كسر قصف الاحتلال الإسرائيلي اتفاق الهدنة المعلن بين الجانبين الفلسطيني وسلطات الاحتلال، والذي دخل حيز التنفيذ أمس السبت في العاشرة بتوقيت القدس، فيما صرحت وزارة الصحة الفلسطينية أن العدوان أسفر حتى الآن عن استشهاد عشرات الفلسطينيين وإصابة أكثر من 140 شخص. وإلى العاصمة السودانية التي تشهد قصفا جويا ومدفعيا مع استمرار المواجهات بين الجيش وقوات الدعم السريع، رغم توقيع الطرفين على إعلان جدة الذي يتضمن مبادئ لحماية المدنيين. وبحسب وكالة الأنباء فإن ممثلي طرفي الصراع في السودان سيستأنفان المحادثات اليوم لمناقشة كيفية تنفيذ خطط إيصال المساعدات الإنسانية وسحب القوات من المناطق المدنية. وفي تركيا قارب الصمت الانتخابي الذي يسبق فتح باب الاقتراع للانتخابات الرئاسية والبرلمانية التركية على الانتهاء، في وقت تواصل التحالفات السياسية تجمعاتها الشعبية بمختلف الولايات. ونبقى في أجواء الانتخابات، حيث أعلنت روسيا على لسان المتحدث باسم الكرملين رفضها التام لاتهامات زعيم المعارضة التركية بأن موسكو تدخلت في الانتخابات الرئاسية في بلاده. هذا وكان المنافس الرئيسي للرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الانتخابات التركية كمال أوغلو أكد أن حزبه لديه أدلة دامغة على مسؤولية روسيا عن نشر محتوى زائف عبر الإنترنت قبل التصويت المقرر اليوم. ونختتم جولتنا من باكستان، إذ دعا رئيس الوزراء السابق عمر خان بعد الإفراج عنه بكفالة إلى مظاهرات جديدة في بلاده بعد أيام من مواجهات بين أنصاره وقوات الأمن. وكان رئيس الوزراء السابق قد تم إيقافه الثلاثاء الماضي من قبل عشرات العناصر المسلحة خلال مثوله أمام محكمة إسلام أباد في قضية فساد. وإلى أخبار الرياضة، حيث اختتمت بنجاح كبير بطولة كأس العرب الأولى لهوكي الجليد على صالة نادي الألعاب الشتوية. وتوج منتخب لبنان بلقب البطولة وعلى حساب منتخبنا الوطني بعد انتهاء المواجهة بنتيجة 9-4. نتابع. بنجاح تنظيمي وتنافسي كبير أسدل الستار على بطولة كأس العرب لهوكي الجليد، وبحضور جماهيري غفير أعطى نكهة خاصة لهذه البطولة. مسك الختام كان بنهائي ملتهب ما بين منتخبنا الوطني ومنتخب لبنان، قدم من خلاله المنتخبين متعة رياضية تنافسية تفوق فيها بالنهاية المنتخب اللبناني وعلى حساب منتخبنا وبنتيجة 9-4. والله الحمد نفتخر في هذا التجمع الكبير،
ثمان منتخبات عربية للهوكي على الجليد. لأول مرة دولة الكويت تقيم هذه البطولة وتثبت بجدارة أنها ملتقى للأخوة الرياضيين العرب في كل مكان وزمان. النهائي طبعا قوي، أنت عارف يعني منتخب لبنان ومنتخب الكويت لعبوا ست مباريات، فازوا في جميع هذه الست مباريات والتقوا بالنهائي. أكيد أنه كان قوي وناري اليوم النهائي. مبروك لبنان، هارد لك الكويت، مبروك حق كل المنتخبات العربية هذا التجمع الحلو. عندنا مستوى كتير حلو، لاعبي وبيس كتير حلوة، إن شاء الله خير منبيض وجه لبنان ونشكر الكويت عن جديد كاميرا. أخيرا مستوى البطولة العام شو شفته؟ والله كتير حلو، خاصة آخر ماتش مع الكويت كان كتير مستوى حلو، وإجمالا تنظيم منيح ومشكورين للكويت. أداء راقي وصراع مثير ومبتع بنهائي كأس العرب، قدم من خلال المنتخبين مستوى فني عال أمتع الجماهير الغفيرة والتي غصت بها مدرجات نادي الألعاب الشتوية. أزرق الهوكي قاتل وقدم أداء رجلي، لكن الأحمر اللبناني كان مميزا واستحق خطف الكأس العربية الأولى. الحمد لله على كل حال. ظروف المباراة احنا اليوم دخلنا شوية فينا أرهاق، لأن كنا احنا بالمجموعة الصعبة، مباراة افتتاح مع تونس فريق قوي، ثاني مباراة مع البحرين فريق قوي اليوم لعب على الثالث والرابع، وآخر مباراة الختام مع الجزائر، بعدين لعبنا مع عمان قبل النهائي، واليوم دخلنا مباراة يعني كنا مركزين لبداية لنهاية الشوط الثاني، ولكن خلاص فقدنا التركيز في الشوط الثالث. يعطيهم العافية الشباب، أدوا مباراة الحمد لله المركز الثاني أفضل من لا شيء، إن شاء الله الجايات أحسن، وألف مبروك للمنتخب اللبناني. هي بطولة تطويرية قبل أن تكون تنافسية، لاعبين الكويتيين السعوديين بجميع المنتخبات المشاركة كانوا يحتوون على لاعبين محترفين، هذا الشيء صاعد الليفل حبة، فصاعد الليفل حبة يقوي المنافسة عندنا إحنا الشباب، يعطينا روح قتال أعلى، يعطينا حافز أعلى، الروح أكثر بمنصات تتويج أكثر بإذن الله. إذا النسخة الأولى ناجحة بكل المقاييس تنظيميا وتنافسيا، قدم من خلالها النادي الكويتي للألعاب الشتوية الصورة الرياضية المشرفة للكويت، وبأجواء تنافسية حامية شهدت تتويج لبنان كبطل للبطولة، ومنتخبنا الوطني حل بالمركز الثاني، في حين عمان توجت بالمركز الثالث والبحرين رابعا. رائد الشمري لتلفزيون دولة الكويت. قبل كنا نلعب هوكي؟ قبل لا مو هوكي، لا كنا نروح سكيتي هني قبل. قبل بالي تلعب هوكي؟ لا وي هوكي انا الله يهديك. إذا وصلنا مشاهدينا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم اللي كانت متنوعة كالمعتاد وفيها العديد من الفقرات المختلفة. هذا كل ما لدينا في حلقتنا لهذا اليوم، كل الشكر لمتابعتكم وكل الشكر أيضا لأسرة البرنامج، والشكر موصول لإسراء. شكرا نجيب، إلى اللقاء. إلى اللقاء. يا عمرنا يا أغلى من كل العمر يا عمرنا.
ضيوف حلقة اليوم: الدكتور منصور أحمد، مدير برنامج تقنيات تحلية المياه بمركز أبحاث المياه بمعهد الكويت للأبحاث العلمية. الدكتور محمد الصايغ، خبير بيئي وعضو هيئة التدريس بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب. الدكتورة فاطمة الموسوي، متخصصة بإدارة المواهب والمشاريع الشبابية. ورجعنا نتواصل معكم مرة ثانية في برنامج صباح الخير يا كويت. أنجز معهد الكويت للأبحاث العلمية في سبق علمي فريد من نوعه، مشروع بحثي جديد بعنوان تقييم كفاءة وجدوى وحدتين نموذجيتين لتقنيات أغشية التناضح المباشر لتحلية المياه لوحدات نمطية أو الوحدات النمطية. وقد تم تنفيذ هذا المشروع البحثي عبر التعاون العلمي المشترك بين معهد الكويت للأبحاث العلمية وجهات عالمية من الولايات المتحدة الأمريكية واليابان، ولمعرفة أكثر حول هالموضوع وحول الإنجاز العلمي يسعدنا أن يكون ويانا الدكتور منصور أحمد، مدير برنامج تقنيات تحلية المياه بمركز أبحاث المياه التابع لمعهد الكويت للأبحاث العلمية. نصبح عليك بالخير ونقول لك حياك الله. صباح الخير، وأشكركم بداية على حسن استضافتكم. وحقيقة اليوم عندنا طبعا مشروع بحثي أنجزه معهد الكويت للأبحاث العلمية، يعتبر سبق علمي باعتبار أن هذه التكنولوجيا تستخدم تكنولوجيات غير تقليدية في مجال تحلية المياه. جميل جميل جدا. وبداية دكتور، خلنا نتكلم عن هذا الإنجاز اللي حققه معهد الكويت للأبحاث العلمية، طبعا لمشروع اللي سميتوه أو ما يسمى بتقنيات أغشية التناضح المباشر لتحلية المياه لوحدات الوحدات النمطية. احنا يعني لا يخفى عليكم في دولة الكويت نعاني في شح الموارد المياه الطبيعية للمياه العذبة، يعني ما عندنا أنهار، ما عندنا بحيرات قليلة الملوحة، مياه الجوفية محدودة في كمياتها. لذلك اعتمدت واتجهت الدولة في مجال تحلية المياه لإنتاج المياه العذبة. المحطات اليوم اللي تعمل مش في بس دولة الكويت، وإنما على مستوى العالم توجد فيها تحديات كثيرة، تكلفتها الاقتصادية مرتفعة، لها تبعات بيئية باعتبار أنها تطرد مياه راجعة ذات ملوحة عالية، بالإضافة إلى أن هناك مواجهة لتحديات الفنية. معهد الكويت للأبحاث العلمية يعكف جهوده في تطوير وتبني تكنولوجيات غير تقليدية. هذه التكنولوجيات يعمل عليها المعهد من أجل مو بس أن نجري بحث علمي، وإنما إحنا نسعى إلى تطوير هذه التكنولوجيات ليتم نقل وإطلاق التكنولوجيا من مظلة البحث والتطوير إلى مظلة التطبيق التجاري. ومن ضمن مجموعة كبيرة من الأبحاث التي تجرى على نمط مختلف من مجال تحلية المياه من تقنيات، نركز في تطوير تكنولوجيا يطلق عليها بالتناضح المباشر. طبعا احنا من خلال تطوير هذه التكنولوجيا عملنا يعني تعاون علمي عالمي مشترك مع جهات عالمية مرموقة من الولايات المتحدة الأمريكية واليابان بتبني هذه التكنولوجيا، وعملنا دراسات مشتركة في تطوير هذه التكنولوجيا. أكيد دكتور، نبي نعرف الهدف من هذا المشروع وليش سويته؟ طبعا الهدف من هذا المشروع اليوم، هذه التكنولوجيا غير مطبقة على أي دولة في أي دولة من العالم في مجال تحلية المياه. احنا في دولة الكويت اليوم أصبح هناك سبق علمي، الآن أصبح قمنا بتنفيذ وتطوير هذه التكنولوجيا على مستوى وحدات تجريبية تنتج ما يقارب 50,000 لتر في اليوم من المياه العذبة. هذه التكنولوجيات أو الوحدات التجريبية احنا عملنا وحدتين تجريبيتين مختلفين في الشكل والتصميم والأداء وطريقة أيضا التشغيل. استطعنا من خلال كل وحدة منهم أن ننتج بما يعادل 56% من كنسبة إنتاجية للمياه العذبة و 33% للتقنية الأخرى. الهدف احنا في نهاية المطاف نسعى بتطوير هذه التكنولوجيا من خلال تقييم هذه التكنولوجيا مدى قدرتها وجدواها في مواجهة تحدي تحلية المياه. أيضا وجدنا من خلال البحث أنها تمتلك مزايا كثيرة مقارنة مع النظم التقليدية، على سبيل المثال أنها تستخدم طاقة منخفضة مقارنة مع الأنظمة التقليدية، من الممكن أن يتم ترابطها مع أنظمة الطاقة
الطاقة المتجددة والبديلة، بالإضافة إلى أنها تخفض من كميات المياه الطاردة منها، أي أنها تقلل من التبعات البيئية. نستطيع أن نخفض الجوانب الاقتصادية، بالإضافة أن نقضي على التحديات الفنية التي تعاني منها محطات التحلية. جميل جدا دكتور. طبعا يمكن هذا يمكن تفاصيل المشروع تقريبا ما أظهرت النتائج أو غيره، لكن النتائج حول هذا المشروع متى سيدخل حيز التنفيذ؟ إذا كنا على المستوى الواسع جدا يعني على مستوى الدولة بأكملها. طبعا احنا من خلال البحث العلمي هناك ما يطلق عليه بعد احدى المخرجات البحثية هي النوهاو، هي المعرفة المكتسبة. هذه المعرفة المكتسبة لها قيمة اقتصادية ايضا. اليوم احنا في معهد الأبحاث نسعى من خلال طبعا التعاون العالمي مع جهات عالمية لنقل وأطلاق هذه التكنولوجيا على مستوى تطبيقات تجارية. جنبا إلى جنب المعهد أيضا استطاع أن يسجل عدد 2 من براءات الاختراع اللي يهدف إلى توثيق الملكية الفكرية لمعهد الكويت للأبحاث العلمية. وهذا نحن نتجه مثل ما ذكرت نسعى إلى أخذ ونقل هذه التكنولوجيا للتطبيقات التجارية. جميل. عشان شي نبي نسألك دكتور، هل يتطلب مركز أبحاث المياه بمعهد الكويت للأبحاث العلمية إلى تطبيق العملي لمثل هذه التقنيات؟ طبعا إحنا من خلال معهد الكويت للأبحاث العلمية نتواصل مع المسؤولين في وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة بهدف إيجاد الفرص اللي نستطيع أن نقوم بتنفيذ هذه التكنولوجيا. احنا عندنا راح تكون هناك مشاريع موجوده راح تنفذ ان شاء الله قريبا، في على سبيل المثال في محطه الصبيه تقوم التكنولوجيا اللي راح تنفذ في هذه المحطه بناء على المخرجات اللي نفذناها من خلال هذا المشروع، وان شاء الله سيتم تنفيذ محطه نموذجيه يعني بسعه 500 متر مكعب باليوم، اي ما يطلق عليها ديمونستريشن بلانت، يعني تستخدم تكنولوجيا التناضح المباشر مترابطة مع التوربينات الغازية. التوربينات الغازية تستخدم لإنتاج الكهرباء، والطاقة المبددة والمهدورة من التوربينات الغازية تستخدم في تشغيل محطة التحلية. جميل. هل هذا المشروع دكتور يعني مثل ما يقولون أنت ذكرت أنه راح يخفض من تكلفة الإنتاج، هل راح يقلل من الانبعاثات الغازية، الغازات المضرة بالبيئة، الأشياء اللي ما تكون مثل ما يقولون صديقة للبيئة؟ احنا طبعا من خلال هذا المشروع وأيضا من خلال هذه الأنظمة نسعى إلى ترابطها مع الأنظمة، سواء كانت بالاستفادة من الطاقات المبددة والمهدورة لتحويلها، بدل ما تكون هناك طرد وانبعاثات غازية ضارة للبيئة يتم تحويلها إلى طاقة حرارية يتم استخدامها في تشغيل محطة التحلية. هذه نقطة. والنقطة الأخرى أيضا احنا نسعى بترابط هذه النوعية من التكنولوجيات مع الطاقات المتجددة مثل الطاقة الشمسية. جميل جدا. دكتور إذا بنتكلم عن التعاون اللي تكلمت عنه أثناء حديثك ما بين المعهد وأيضا الجهات العالمية من الولايات المتحدة واليابان، هذا التعاون المشترك شنو الهدف منه وشنو يعني آثاره؟ طبعا ما يميز يعني الحقيقة الدراسة هذه أن اليوم المعرفة المكتسبة أصبحت عند المعهد، معهد الكويت للأبحاث العلمية، لأن احنا لما تعاملنا مع أصدقائنا في اليابان والولايات المتحدة الأمريكية على تطوير تكنولوجيا، هذه التكنولوجيا تم تطويرها عندنا في الكويت، مش عند اليابان ولا عند الولايات المتحدة. العادة نأخذ من عندهم. لا، كان هناك تطوير يعني ودراسة مشتركة ثلاثية بين المعهد وبين تلك الجهات، وتم تنفيذ هذه المحطة عندنا في دولة الكويت. الآن ما يميزها أن اليوم عندنا سبق في تطوير تكنولوجيا جديدة، وهذه أيضا تسجل باسم دولة الكويت، وأيضا هناك في فرص طبعا تسويق تجاري لهذه التكنولوجيا، مش يعني فقط عن في دولة الكويت، وإنما تطلعاتنا أن احنا نمتد إلى الخارج على المستوى العالمي. ترى هذه نقطة وايد مهمة يعني أنا لابد أني أذكرها، يعني احنا في معهد الكويت للأبحاث العلمية يجب أن يعني رؤيتنا
مو بس عملية أن نتبنى عملية التصميم وتشغيل والصيانة، إحنا نبي نتمنى عملية تصنيع المحطة، محطة التحلية تكون عندنا المعرفة المكتسبة في تصنيعها. وأيضا نقطة أخرى مهمة جدا، اليوم إحنا لابد أن نتحدث عن استثمار جديد، وهو الاستثمار في العقول البشرية. هذا استثمار يعني مهم جدا، لو أخذنا وتبنينا الأفكار الشباب من الممكن أن نجلب مشاريع تجارية من خلال هذه الأفكار طبعاً. ما نفذ إذا تم تنفيذها بشكل صحيح. أكيد. جميل جدا. وقبل أن ختم لقائنا الجميل هذا دكتور، أبي أسألك سؤال أنا، شنو آخر الأبحاث العلمية والبحثية لمركز يعني أبحاث المياه مستقبلا؟ إحنا عندنا مجموعة كبيرة من الأبحاث اللي حاليا قاعد ننفذها وسننفذها بالمستقبل القريب. أنا راح أعطيك لمحة سريعة جدا، نقوم بتطوير تكنولوجيا تصنيع الأغشية، أي الفلاتر المتخصصة في مجال تصنيع، يعني هذا الفلتر يقوم بتحلية المياه مياه البحر، وأيضا تقوم في معالجة المياه البحر. أيضا نقوم بتطوير تكنولوجيات الحارية والغشائية في مجال معالجة وتحلية المياه. أيضا نقوم بتطوير تكنولوجيات التحلية باستخدام الطاقة الشمسية. بالإضافة إلى ذلك، إحنا حتى المياه الطاردة من محطات التحلية فكرنا كيف من الممكن أن نستثمر هذه المياه، فبدل ما يكون لها أثر سلبي على البيئة نقوم بتحويل هذه المياه من خلال عملية استخلاص الأملاح والمعادن الثمينة منها، بحيث أن نرفع إنتاجية المياه العذبة من جهة، ونقوم بالاستثمار من خلال إعادة تدوير هذه الأملاح والمعادن الثمينة، بحيث يتم تسويقها كمواد خام عندنا في دولة الكويت أو في الخارج. جميل جدا، كل شكر لك ضيفنا الدكتور منصور أحمد، مدير برنامج تقنية تحلية المياه بمركز أبحاث المياه التابع لمعهد الكويت للأبحاث العلمية. شكرا لك. أشكركم. شكرا لك. بنروح معكم مشاهدينا إلى فقرة أبطال الطوارئ الطبية، وعنوان الفقرة الحديث عن الخدمات اللي يقدمها الإسعاف الجوي، واللي راح يقدمها لنا الأستاذ أسامة المدن رئيس فنيين الطوارئ. خلينا نشوف معكم الفقرة ونرجع لكم. يا هلا ومرحبا فيكم في فقرة أبطال الطوارئ الطبية. اليوم متواجدين تحديدا في مركز الإسعاف الجوي اللي متواجد في منطقة الصباح الصحية. طبعا هذا المركز أو الخدمة هذه، خدمة الإسعاف الجوي، هي أحد الخدمات اللي تقدمها إدارة الطوارئ الطبية لا سمح الله إذا كان في أي حادث أو أي حالة بعيدة عن أقرب مستشفى أو مركز صحي، ومحتاجين تواجد الإسعاف أو الإنقاذ بأسرع وقت. خدمة الإسعاف الجوي أو خلينا نقول الهليكوبترات اللي تشوفونها عندنا بالطاقم، 4 هليكوبترات شغالة على مدار الساعة، حق إذا احتجتوا أو أي أحد احتاج إلى النقل السريع مع الرعاية الطبية لما قبل المستشفى في الموقع، ونقلهم إلى أقرب مستشفى يعني بوقت وزمن قياسي ما توصل سيارة الإسعاف، لأن سيارة الإسعاف تأخذ لها وقت أطول. فعلى سبيل المثال، لو أنت أقرب مستشفى من الحدث يأخذ تقريبا نص ساعة إلى 45 دقيقة في سيارة الإسعاف، الإسعاف الجوي هليكوبتر يختصر من 8 دقائق إلى 10 دقائق بالكثير، ويكون موصل المريض إلى المستشفى. هذه الخدمة متوفرة فيها جميع الخدمات أو جميع المعدات اللي يحتاجها المريض داخل الطيارة، حالها حال الإسعاف وزيادة عليها، كأنها غرفة إنعاش متنقلة فيها حتى معدات الآي سي يو اللي هي العناية المركزة متوفرة فيها. طواقم وأبطال الطوارئ الطبية يتواجدون في هذه الخدمة لإنقاذ المصابين في المناطق الحدودية، في الجزر، وفي الأماكن اللي ما توصل لها سيارات الإسعاف بسهولة، ونقلهم إلى أقرب لاندنج زون. في مستشفيات فيها لاندنج زون شوية بعيد عن أقسام الطوارئ، فاللي يصير أنها تهبط الطيارة، ويقومون أبطال الطوارئ الطبية فنيين وفنياتنا في قيادة الإسعاف البري العادي السيارة إلى الطيارة، ونقل الحالة من الطيارة إلى السيارة وإدخالها إلى داخل المستشفى
لأخذ الرعاية الطبية داخل المستشفى من قبل دكاترة أقسام الطوارئ. وبهالطريقة احنا نكون متعاونين معاكم بأكثر شيء نقدر نسويه لكم إياه وبأسرع وقت. كل اللي نحتاجه انكم تتعاونون معانا. لما تشوفون طيارة راح تهبط من مكان، وسعوا المكان لها، خلوها تنزل بأمان بدون أي أضرار، ومعا راح نصنع الفارق. ورجعنا نتواصل معكم مرة ثانية وفي فقرتنا الحوارية هذه. طبعا ضيفتنا عزيزة وغالية جدا علينا، تعمل على إدارة المواهب والمشاريع وتوفير الفرص للأفراد اللي يطمحون لاكتشاف شغفهم واكتساب مهارات جديدة في الحياة وكسب دخل إضافي والعطاء للمجتمع. أكيد هاشم، من البرامج اللي تقدمها ضيفتنا العمل الميداني لتجهيز الطلبة والخريجين بسوق العمل وتطوير مهاراتهم. الحديث أكثر عن إدارة المواهب والمشاريع الشبابية، يسعدنا أن تكون ويانا الدكتورة فاطمة الموسوية، متخصصة بإدارة المواهب والمشاريع الشبابية. صباح الخير، حياك الله معنا دكتورة. صباح النور، مشكورين على الاستضافة. حياك الله دكتورة. في البداية لو تعطينا نبذة تعريفية مختصرة عن الدكتورة فاطمة الموسوي، يمكن أنا عرفت عدل لكن المشاهدين والناس اللي يمكن ما تعرف من الدكتورة فاطمة الموسوي تبي تتعرف أكثر عليها. يس، أنا طبعا رحلتي بالشهادات كبيرة، يعني أكثر شيء الحين أركز عليه هو يعني خلينا نقول أنا رائدة مجتمعية، فأشتغل في المشاريع والأفكار والمبادرات حتى اللي تفيد المجتمع، وهذا يعني تركيزي الأساسي. دراستي بالأصل هي بجينات وراثية، عندي عندي خمس شهادات ما شاء الله. ويعني احد الشهادات هي يعني دكتوره رسالتي كان على الجينات المختصه بالذكاء. انزين، فيعني يمكن وايد الناس يسالوني شنو علاقه دراستك بشغلك، بس انا وايد وايد مهتمه بالذكاء، ودائما بالجينات احنا نعرف اي شيء في سلوك مو دائما يكون بس من الجينات، اكو عامل البيئه ياثر وايد. صحيح. فبعدين انا يعني بعد ما عملت في العمل التطوعي صار لي يعني اكثر من 14 سنه اعمل في هذا المجال واعمل مع الشباب، وهم دخلت مع المشروع الوطني للشباب، ويعني هم هاي سنين خبره ومشروع كفو اللي كان تابع للديوان الاميري، فاعطاني خبره في مشاريع ومبادرات مختلفه. وبنفس الوقت يوم اخذت شهاده علم السلوك اللي هي كانت اخر شهاده عندي ماجستير فيها، كانت يعني تركيزي هو شلون انا اسوي بيئه افضل للاشخاص اللي يطبقون افكارهم، وشلون يعني ياخذون قرارات الصح اللي يلتزمون بالهدف اللي حطوه ويحاولون يتبعونه. فيعني عندي يمكن خبرات وتجارب منوعه، وكوني اشتغلت في هذا المجال ساعدني وايد، وهم يعني الحمد لله اشتغلت في وايد مبادرات هم ناجحه، وهذا يعطيني ان شاء الله عليك. يعني انا ترى في سؤال يعني ودي اساله الصراحه، يعني بعيد شوي عن الحكي اللي نقوله. احنا مرات الواحد او الشخص لما يدرس تخصص يتعب وهو يدرس التخصص، يتمنى متى يخلص اصلا علشان يمارس مهنته او يدخل الى سوق العمل، فما بالك ما شاء الله اكثر من تخصص، وهذا ياخذ جهد ووقت وكثير من الامور. انا ودي اتكلم عن هالنقطه هذه تحديدا، يعني هذا المشوار في عالم الدراسه وانك انت تكتشفين كثير من الامور اللي تحبينها حتى او ودك تعرفين عنها اكثر بعمق، ايش كثر خذ منك وقت وجهد ايضا؟ انا للحين ابي ادرس بعد ما شاء الله الله يحفظك. ما يوقف المشوار هذا، زين للحين اكو كم ماجستير قاعد اشوفها ويعني ودي اخذهم. انا طبعا سجن عندي هو خمسه اللي معترفه فيهم، اكو شهاده مو معترفه بها. لا احنا نعترف بها بعد كانت بدايه اعمال يعني غير عن الساينس. زين حلو. بس الشهادات اللي اخذتها كانت وايد متقاربه، يعني اول شيء جينات وراثيه، بعدين جينات وراثيه التخصص البشري، وبعدين بايوانفورماتكس اللي هو معلوماتيه البيولوجيه، فكلها تتداخل مع بعض. يعني صدق هي شهادات مختلفه بس ساعدتني افهم اكثر، يعني قاعده اتعمق اكثر بمجالي، بس يعني مو الكل يمكن يعرف من المسميات، بس صح. يعني كون اخذت البرمجه او البيولوجيه المعلوماتيه عشان احلل البيانات اللي كانت حق الجينات الوراثيه، فيعني الشهادات كلها وايد قريبه على بعض، وقاعد ادخل بعمق اكثر. يعني الحين يوم هم دخلت الذكاء، الحين انا مهتمه بنيوروساينس اكثر، ويعني هم شلون اختلافات التعلم
وشلون اقدر اخلي بيها افضل للمواهب يعني. ف يعني يمكن واحد يقول او وايد ومتشتتين، بس ترى وايد وايد قريب. انا قاعد اخل بس اتعمق اكثر عشان تفهمين داخل المجال محتوى اكثر يعني. إيه وعندي فضول يعني بالعلم يعني. انا حتى وانا صغيره ترى كنت اقرا برا المنهج لاني احب اتعلم، احب اعرف، احب اشوف طرق مختلفه، وهم اني اكون مجال يعني انظر حق نفس الماده من زوايا مختلفه. اهم شيء احبها يعني. اعتقد كنتي طفله موهوبه صغيرة. كان مفروض يسوون مدرسة الإبداع بس تأخروا فيها وايد، كان مفروض أن أكون فيها. بس الفكرة هي يعني شلون الواحد هم يأخذ هالمواضيع ويحاول يطبقها. صحيح. فكل شيء حتى دخلت ماجستير علم السلوك لأني حسيت أنا ما قاعد أفهم ليش الناس ما قاعد تأخذ قرارات صح، فقلت أبي أفهم هالشيء أكثر. فصار أني أخذت هالشهادة ووايد يعني تبينت لي أمور من هذه المعرفة. أنا قلت لهم هذه يمكن شهادة أخيرة، أنا ما أخذها بس حق الوظيفة، أنا على أساس أخذ المعلومة وأشوف شلون تفيدني وشلون أقدر أسوي فيها. فصراحة هذه آخر شهادة حسيتها وايد فادتني شخصياً. نعم. حتى قمت أراجع قراراتي، أشوف طريقة أفكر فيها وشلون أتعامل مع غيري وايد وايد ساعدني. هاشم يبي لنا لقاء نتكلم ليش إحنا نأخذ قرارات خاطئة مع الدكتورة بطل. لازم قرارات خاطئة اللي ساعات الواحد يتخذها يعتقد أنها صحيحة. هذه نبي لقاء خاص فيه. اي هذا موضوع وايد كبير، ويعني كل ما نفهمه اكثر كل ما نقدر احنا نبرمج نفسنا بطريقه افضل. جميل، هذا يبي له لقاء كامل ان شاء الله. توعدنا فيه ان شاء الله دكتوره فاطمه. ان شاء الله. نبي نتكلم عن نادي حديث الشغف. دائما انت كلمه شغف تشدك دكتوره وايد. فاطمه وتحبين كلمه شغف فاشن. يس يس تشوفون يعني من دراستي من كل شيء ادخل فيه بعمق يعني. تبارك الله. فنبي نتكلم عن نادي الشغف، حديث نادي الشغف. فاحنا حديث الشغف هي احد فعاليات منظمتنا، فاحنا نسوي فعاليات مختلفة. ويعني انا يعني الفورمات خلينا نقول طريقة انه يكون اكو حديث وديوانية، يعني كنا اول حتى نسويها نسميها زوارة، يعني من 2011 انا اسوي هذا الشيء. اي بشخصية ملهمة اللي ممكن تتحدث حق الشباب، ودائما ورا هالقعدة يطلعون عندهم طاقة، عندهم كذي الهام، ودائما الموضوع يبدي بالالهام. يعني انا اقول لهم تخصصي اخترته من ورا ما شفت فيديو بالمدرسة، قلت خلاص انا بصير هذا. يعني مرات ما تدري شنو القرار، يعني اللحظه اللي تاثر تخلي الشخص يسلك درب حياته بها. ف يعني وايد احب اني اجمع بين العقول الملهمه والشخصيات الملهمه ويا الشباب وحتى اي احد قاعد يدور طريقه. فحديث الشغف هو يعني نختار شخصيه على حسب شنو انجازاتها، وبنفس الوقت احنا عندنا نوادي الشغف اللي منها حاولنا نجمع الأشخاص على حسب اهتماماتهم، نفس اللي كنا نسويه بكف ومجتمعات يعني سوينا الحين كنوادي، على أساس أن الناس يعني دائما يعني مرات إحنا وايد يكون عندنا أفكار، وايد يكون عندنا أمور، بس ما نأخذ أكشنز لأن نتشتت. وأنا عندي صفات شوية من ADHD يعني عندي فرط حركة شوي، عندي شوية. فوايد يعني بحياتي كنت أسوي تكنيكات اللي تساعدني بهالشيء، ومنها أن يعني كل فترة أحدد موضوع معين عشان خلصه، ما أحاول، لأن طبيعياً أنا وايد أتشتت. فنفس البيئة بخلقها حق غيري، لأن أدري أكو وايد ناس هم يمرون بنفس الشيء وما يمكن ما يحسون فيه، ما يدرون أو ما يحسون. فأن أنا وايد أهتم بالإنجاز، يعني I'm a doer وأحب أن أوصل حق شيء. فحطينا هذه النوادي هم أساس أن يصير أكو تركيز، فالواحد يقول أوكي أنا الحين فنون وثقافة وفنون قاعد أركز عليه، خلاص أنا هالموسم وإحنا نسوي مواضيعنا كلها على مواسم لهذا الشيء، أساس أنه ب 12 أسبوع الواحد يقدر يسوي وايد أشياء أرتب من أن يسوي خطة حق سنة. دائما السنة مثل تشتغل عليها آخر 3 أسابيع أو مرات آخر أسبوع على حسب تركيز أكثر. يعني فأن كل ما تقلل يعني شهر مو كافي، 3 أشهر وايد زينة. فهذا الموسم احنا نحاول ان نركز على امور معينة، فهذه يعني خلينا نقول هي نوع هيكلة خلينا نقول للأفكار عشان يصير لها عليها أحسن. نوادي الشغف طبعا مثل ما عرفنا، وفي فعالية حديث الشغف هذا بعد تكلمنا عنه، لكن ودنا نعرف الأنشطة في نوادي الشغف. الحين مقبلين على فترة وايد مهمة اللي هي فترة الصيف يعني، وفرصة كبيرة عطلة الطلبة عطلة، ودام استهدافكم لشريحة جدا مهمة شلون ينخرطون بسوق العمل وتحديد الأهداف وغيرها من هذه الأمور. فشنو بالصيف دائما يكون عندكم؟ احنا اكثر شيء ناخذ اللي هو التدريب الميداني بالصيف. انزين يعني صار لنا اكثر من 10 سنين ندخلهم اي مشاريع نشتغل فيها، ونعطيهم مجال ان يشوفون طبيعه العمل وان احساسهم انهم رايحين كانه اجواء عمل وكانه وظيفه رسميه يعني. نساعدهم بعدين هم نساعدهم سيرتهم الذاتيه، ونعطيهم يعني كتاب رسمي يقدرون يدزونه حق اي مكان انه
ترى هم خلصوا 120 ساعة. طبعا احنا يعني بالأصل كان جامعات وايد أهم تدز طلباتها عندنا يكون بيننا اتفاق مع الدكاترة، بعدين فتحنا حق الكل اللي يقدم نشوف يعني ناخذ مجموعة. طبعا هالصيف يعني سويناها مرتين وراح نسويها هالسنة بعد حق الصغار، يعني نحاول نبدي بالشغف من عمر صغير. اي عمر يعني الصغار؟ من 8 إلى 12. اوكي حلو، عمر صغير وايد، يعني شنو ممكن تسوون لهم يعني من الفعاليات؟ يعني سويناها مرتين قبل. أي. كنا نخلي كل اسبوع يكون اكو عن موضوع مثلا موسيقى، كودينج، يعني كذي اشياء مختلفه على اساس يشوفون هم يجربون. يعني وايد من المرات الواحد يقرر قبل يدخل بالتجربه، فاحنا عندنا خليه يجرب بطريقه بسيطه وبعدين هو يقرر شنو يبي. فنحب نفتح المجالات، وهذا الشيء انا اسويه مع عيالي، يعني اصلا احاول اخليهم يجربون اشياء مختلفه اللي بعدين هم يمكن يلاقون شغفهم. وباي ذا واي الشغف مو لنهايه العمر، في وايد ناس عبالهم وايد دراسات تكلمت على هذا الموضوع، ممكن واحد يكون عنده اكثر من شغف وشغف مراحل مختلفه. يعني انا فتره يمكن عمر 16 ل 20 كنت عندي هوس تصوير، يعني شيء مو طبيعي، كل مكان امشي كاميرتي وياي، ودخلت حتى التحميض الابيض واسود، ويعني وايد وايد دخلت فيه. بعدين ما صار، يوم صار ديجيتال وكذي ما صار نفس راح الشغف. يعني للحين احب تصوير بس مو نفس الطريقه، راح تموت على الحركيه يعني. وبعدين هم مرات يوم نوصل مرحله نتعلم كل شيء يصير روتين، مو نفس الطاقة نبي نتعلم شيء جديد. يس، وهي طبيعتنا. زين، فمرات وايد ناس ما ياخذون خطوة الشغف، يقول لازم الاقي هالشيء اللي انا حياتي كلها فيه وات ايفر، بس هذا مو شيء صجي. انت مو شيء واحد، انت انسان متجدد. صحيح. فيضيع على نفسه الفرصة لانه ناطر هاللحظة اللي هي كليكس مع شيء معين، بس لا، هو مرات حتى تجرب شيء ثاني يفتح لك باب بموضوع اخر وانت ما تحس فيه. فدائما انا يعني احب ان اشجع الشباب خصوصا ان يتهزون هالاوقات، وانا ما اتكلم بس حق الشباب، هم يعني حتى فئات مختلفه واعمار مختلفه. دائما حلو ان يعني حتى الشغف يساعدنا بمخنا بتفكيرنا شلون نحافظ على عقلنا، حتى ينشط الذاكره. صح، والعقل بالضبط. انزين، فيعني هذا شيء وايد مهم. فاحنا عندنا التدريب الميداني، عندنا حيصير مخيم الصيفي، وأهم الحين يوم الأربعاء إن شاء الله راح نطلق موقعنا اللي فيه راح يكون خدمة إدارة المواهب. فبهالخدمة احنا نحاول نشوف شنو احتياجات الشخص نفسه ونوجهه، ويكون له خطة كل موسم على شنو راح يركز عليه. جميل. زين دكتورة، يعني ما شاء الله من يعني عدد المشاريع اللي تطرحينها دائما حلوة، الله يخليك، كبيرة، دائما ناجحة، وتختلف، يعني كل موضوع يختلف عن الآخر. هناك يعني في أشياء تكون تنموية مجتمعية، هناك في أشياء تكون تطوعية أيضا للتنمية المجتمعية، هناك في أشياء تنم على إبداع مدى إقبال شبابنا، خلينا نقول، ومواطنينا على هذه الأنشطة وهذه البرامج. طبعا احنا تجينا أعداد كبيرة، يعني خلينا نقول برمضان كان عندنا، أنا شفت بعيني أنا بكفو للأمانة شفت بعيني دكتورة. سوينا برنامج رمضان كان عندنا أكثر من 60 فعالية خلال رمضان، يعني في يوم من الأيام كان عندنا 9. قال لهم ما أدري أي واحد أروح له. إنزين، بس هم ما قدرنا نأخذ العدد كله، يعني تقدم علينا 300 شخص تقريبا، وإحنا قدرنا بس نأخذ 120 100 شيء، يعني لأن عددنا صغير وقاعد نحاول الحين نكبر. بس يعني أكو إقبال وايد، أعتقد كلنا خصوصا حتى ورا كوفيد وايد أشخاص، يعني أنا حتى يعني كنت برا في أكسفورد، هم نفس الشيء، ناس من العالم كله مو بس من بريطانيا قالوا ما نعرف نكلم ناس، يعني المهارات الحياتية اختلفت شوية، وايد أشياء تغيرت اختلفت دكتورة. يس، فالناس الحين مستعدين من جديد أن يعني نعرفهم على الحياة من جديد. فهذه وايد نقطة حلوة أن الواحد يحطها بطريق أنه يكتشف نفسه من جديد ويشوف شنو المهارات اللي يقدر يطورها. ويعني فهذا الشيء الحين اللي قاعد نحاول نشتغل عليه. بالعكس اكو وايد اقبال، واحنا ودنا انه دائما يكون اكو فرص ان شاء الله يا رب، لانه فعلا يعني هذه تعتبر فرص للجميع انه هو يشارك وانه هو يكتشف جزء او امور جديده في حياته. مثل ما حضرتك دكتوره ذكرتي بان الشغف موجود في حياه الانسان وممكن يتغير مع مرور السنوات، وشلون الانسان يعرف هو اصلا شنو يبي، خصوصا يعني في فتره جدا مهمه هذه اللي تنتقل من مرحله الدراسه الى سوق العمل. ودي اتكلم عن بعد معرض تمكين المراه، يعني هم ايضا جانب حلو للمراه وكيف يتم اختيار المشاركات لهذا المعرض من قبل. انا بقول بس نقطتين وبعدين انتقل لهذا الموضوع. في مرات تكنيكات وايد بسيطه
هي من صدق ساعدنا نركز على اشياء، يعني منها شغله احنا نسويها ورشه الفيجن بورد اللي هي انه واحد يحط رؤيته. وايد من اللي شاركوا بهالورشه كل شوي يردوا لي يقول ترى انا سويت اكثر الاشياء الموجوده، ويعني احنا بس هي خيال ان تحط انت تركيز وخيال تقومون تشوفون شلون ينتقل للاكشنز اللي عندكم. فوايد اكو تكنيكات بسيطه بس تسوي تغيير يعني نوعي حق حياتنا وشنو قاعد. هذه ورشه تسوونها يعني إيه احنا لازم نجرب ضروري الواحد يحضر. يس يس انزين. وسالفه النوادي، احنا احد النوادي هو نادي تمكين المراه اقتصاديا. انزين فطبعا احنا اخترنا 8 نوادي بناء على الاقبال وعلى الناس شنو المواضيع اللي اهتمت فيها. واحد انشطه هذا النادي سوينا يعني اخذنا عينا خلينا نقول عندنا كذا سيده اللي بنحاول نساعدهم في البزنس مالهم. اوكي فما عندهم مشروع صغير، اكثر شيء كان هو شيء يدوي. انزين على اساس انه يعني من هالمجموعه نبي نكبر هذا المشروع ونشوف شلون ممكن نمكن المراه اقتصاديا. ليش تمكين المراه اقتصاديا شيء مهم؟ لان قرارات المراه اذا هي مو مستقره ماديا ياثر على قرارات صحيه حقها وحق اهلها. انزين على وايد القرارات الثانيه، يعني الجانب المادي يعني ياثر علينا كون الحياه يعني فيها وايد مستلزمات. فهي مو بس انه يكون عندي دخل افضل، مرات شلون انا حتى ادبر واعرف شلون اتعامل مع الفلوس والدخل وهالامور. فعشان كذي قلنا انه يكون اكو دخل اضافي حق المراه شيء مهم اللي يخليها حتى بقراراتها تكون فعاله اكثر. فسوينا اطلقنا اول معرض اللي سويناه كان بيوم المراه العالمي، ونفس المجموعة سويناهم استشارة بسيطة وسويناهم فيديو وثائقي على شغلهم. والحين بمناسبة يوم المرأة الكويتية راح يكون المعرض الثاني، فنشوف شنو اللي استفادوا فيه من هذا الموضوع. جميل. فهذه هي فكرته، وودنا يعني كل مرة ناخذ مجموعات أكثر اللي نقدر نساعدهم ونخليهم يعني أجان مرات أشياء بسيطة الواحد هو غايص مشروعه ما يشوفها، بس يلا أحد من برا يقول بس حرك هالشيء هنا أو شايك تسوي هالشيء وايد تضيف. واحنا نبي هذه نسوي الشيء البسيط اللي يسوي تغيير كبير. صحيح. للأمانة يعني دكتوره جهودك على مستوى الدوله وعلى مستوى المنطقه ملحوظه. الله يخليك. انزين ودائما انت تكونين سباقه في مد يد العون انزين لكل شخص مبدع مثابر منجز في هذا البلد وبالبلدان المحيطه حوالينا. فشكرا لك ضيفتنا الدكتوره فاطمه المسوي المتخصصه باداره المواهب والمشاريع الشبابيه واللي تثبت دائما على ايادي الإبداع الشبابية والناس المنجزة. شكرا لك. الله يخليك. مشكورين على السلامة. شكرا. فخورين فيك جدا كونك كامرأة تمثلين المرأة الكويتية وهذه الجهود الكبيرة من قبلك، يعطيك العافية. الله يعافيك. مشكورين. ننتقل معكم مشاهدينا إلى تقريرنا القادم. في إطار حرص وزارة التعليم العالي على نشر الوعي الطلابي لطلبة وطالبات المرحلة الثانوية والتعرف بكل ما يتعلق بالدراسة في الجامعة، قامت بمشاركة الجامعات المختلفة بإقامة المعرض العالمي للتعليم العالي في أرض المعارض. يستهدف المعرض الطلاب الكويتيين الباحثين عن فرص التعليم وأيضا على مستوى عالمي في أفضل وأهم معاهد وجامعات العالم. زميلتنا هديل الفضلي كانت متواجدة في هذا المعرض، خلونا نتابع معها. يسعد صباحكم مشاهدينا ونرحب فيكم في فقرة جديدة من برنامجنا. أنا متواجدة حاليا بأرض المعارض عشان أغطي أهم المعارض اللي تقام في دولة الكويت، المعرض العالمي للتعليم العالي، أحد أهم المعارض اللي تتيح الفرصة للطلبة والخريجين الكويتيين عشان يتعرفون على الجامعات بعد تخرجهم من الثانوية حتى عشان يكملون الدراسات العليا. خلنا أخذكم معنا بهذه الجولة. إحنا اليوم موجودين في معرض التعليم بدعم من وزارة التعليم العالي. إحنا نقدم البعثات الخارجية حق طلبة الثانوية العامة، خريجين الثانوية العامة بكل أقسامها، ونطرح البعثات الخارجية بكل أنواعها. إحنا هني موجودين اليوم لخدمتهم، نشرح لهم الإرشادات، طريقة التسجيل، البعثات اللي إحنا نقدمها. صباح الخير استاذ ناصر، يعطيك العافيه على تواجدك معنا. وكلمنا عن السبب والهدف الاساسي من مشاركتكم ودعمكم للطلبه في الكويت تحديدا. الهدف من مشاركتنا ان نرد على استفسارات الطلبه من خلال ال 14 كليه عندنا في جامعه الشارقه، وعندنا تقريبا اكثر من 120 تخصص والعديد من الجنسيات في الجامعه، وعلى مقاعد الدراسه عندنا في الجامعه اكثر من 17 ألف طالب وطالبه.
ونحاول ونسعى ان نرد على استفسارات طلبه من خلال تسجيلهم والالتحاق بالجامعه والتعريف بالتخصصات اللي موجوده عندنا. وهل هذه المشاركه الاولى لكم في دوله الكويت؟ لا طبعا لنا العديد من المشاركات، اتوقع ان هذه المشاركه الرابعه. إذا رجعنا معكم مشاهدينا، والبيئة تعتبر من أهم المواضيع اللي تتعلق بحياة الإنسان والكائنات الأخرى على كوكب الأرض، ويلعب الإعلام دور حاسم في التوعية البيئية ونشر المعلومات الصحيحة حول القضايا البيئية المختلفة. أكيد أسماء، وإحنا متعودين أن الإشاعات والقيل والقال دائما نسمعها بالأحاديث الجانبية أو صحيح. الأحاديث العامة، لكن في هذه الفقرة راح نتكلم أكثر حول كيفية مكافحة الإشاعات البيئية، ويسعدنا أن يكون ويانا الدكتور محمد الصايغ خبير بيئي وعضو هيئة التدريس بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب. نقول لك صباح الخير دكتور. صباح النور، يا أهلا وسهلا وشكرا على هذا الاستضافة في هذا الصباح الجميل. حياك الله دكتور. يمكن الموضوع ترى شوية جديد وغريب نوعا ما، عادة نتكلم عن الإشاعات اللي تنتشر ما بيننا، أمور شخصية اجتماعية وغيرها، أو حتى أمور يمكن تخص الدولة، لكن اليوم نبي نتكلم عن البيئة تحديدا والإشاعات البيئية. نبي تعريف علمي من قبل حضرتك عن الإشاعات البيئية. الإشاعات البيئية هي الأخبار أو النيوز بشكل عام التي ترتبط في مواضيع بيئية معينة، ولكن تطرحها من الجانب السلبي بهدف إثارة الزعزعة والهلع في المجتمع. فهي موضوع بيئي، ولكن طريقة طرحها قد تكون مثيرة للجدل، تخويف الناس، تخويف أو غيرها الأمور وغير من هذه الأمور، بهدف أهداف معينة قد تكون في نفس المطلق لهذه النوع من الإشاعات. حلو دكتور، نبي نعرف منك شنو أغرب إشاعة يعني تلقيتها، وشلون أنتوا تتغلبون على هذه الإشاعات؟ ما تحضرني الآن إشاعة معينة، ولكن هناك الكثير من الأخبار، خلينا نسميها هي تصاغ كخبر، ما تصاغ كإشاعة على أساس تدخل البيوت وتدخل المسامع وتثير الهلع. ولكن إحنا شلون نتعامل معها؟ نتعامل معها بطريقة يفترض أنها تكون حرفية وعلمية، لأن إحنا ليش نتخوف من الإشاعات البيئية تحديداً؟ لأن أنتم تعرفون أن البيئة هي جزء أساسي من حياتنا، طبعاً أكيد، وجزء أساسي مرتبط بصحتنا. فاليوم إحنا لما نتكلم عن مثلاً تلوث معين في البحر أو تلوث معين في الهواء أو في الماء، هذه أشياء تلامسنا بشكل مباشر، فاحنا نتخوف، اكيد راح يصير هلع، شيء طبيعي راح يكون هناك فيها هلع، لان احنا اليوم الهواء ما نقدر نتفاده، صح ولا لا؟ احنا مضطرين نتنفس هذا الهواء. فاذا يقول لك الهواء مثلا ملوث، او الماء هذا ملوث، او نسبه الاملاح في بطل الماء اللي انت قاعد تشربونه زايد عن الحاجه، احنا كاشخاص بسيطين او في المجتمع البسيط نحاتي هذا الشيء وما نعرف يعني شلون، هل هذا صح ولا غلط؟ فهني يجي دور عاد الجهات الرسميه بالدوله، المتخصصين، المختبرات، لكي يثبتون إما صحة هذا الخبر أو العكس. فيتم تحليل مثلا المياه، التربة، الهواء، أي شيء من هذه الأشياء، ويتم طرحها بشكل شفاف للمتابع،
لان اكرر مشكله الاشاعه البيئيه هي ارتباطها بالصحه، فهناك لها لعب بسرعه ممكن في ممكن ان 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 يصير، فبالتالي نتعامل معها بطريقه علميه نثبتها اذا كانت عكسها، اذا كانت خاطئه او اذا كانت صحيحه على طول يفترض ان نكون ايضا شفافين من هذه الناحيه ونحط الحلول بشكل واضح تبينون وصحيح. دقه المعلومه لان احيانا تكون صحيحه لكن المعلومه نفسها مغلوطه يعني. صحيح أي. صحيح فعلا هي ممكن تكون المعلومه صحيحه ولكن تسوق بطريقه تهدف الى اثاره الهلع والفزع نعم. بين الحديث في هذا الموضوع دكتور جدا مهم الصراحه لان يعني كلنا ترى نحاتي وكلنا نسمع مثل هذه الاخبار يصير في نوع من الشك لكن نبي نروح لجهه موثوقه. مثلا نتكلم اليوم عن الاعلان بالنسبه للهيئه العامه للبيئه، شلون تتعامل مع هذه الاشاعات بالنسبه لهذه الاعلانات اللي تحطها علشان تعطي المعلومات الدقيقه لعامه الناس؟ اكيد احنا اليوم نحيي الهيئه العامه للبيئه لانها سريعه للامانه بالفتره الاخيره، صاروا سريعين جدا باستخدام مثلا وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها بتفنيد او التثبيت معلومات معينه. فاحنا بالكويت يفترض نتبع ما تقول الهيئه العامه للبيئه. نعم. هناك في كثير من الجهات مثلا الخارجيه، هناك في كثير من التطبيقات على اجهزه التلفون الذكي تعطينا قراءات، انا ما اقول لك هذه القراءات مو 100% دقيقه ولكن قد تكون قراءات ما هي بمقاييس دوله الكويت مضره. فهي ممكن يعطيك قراءة أن والله هذا شيء مثلا سيء صح. لكن لما نتراجعين الستاندردز بالكويت اللي هو عادة ستاندرد خليجي أو ستاندرد يكون علمي يعني، فتكتشفين أن لا إحنا كنا في هذه المنطقة من العالم هذا الرقم هذا ما في مانع أنه يكون موجود ما يأثر على الصحة، لكن في دول أخرى قد يشوفونه بناء على الستاندرد مالهم وهو عدد في معايير معايير يعني. بالضبط نعم. هناك في معايير تتبعها دولة الكويت من خلال مخول فيها الهيئة العامة للبيئة، فهي الجهة اللي المفروض احنا نثق في الكلام اللي تقول، احنا نتكلم بشكل رسمي ما دام هذه الجهة حكومية ورسمية طلعت لنا الخبر سواء كان خبر في زيادة ترسبات معينة او تلوثات معينة ناخذه في عين الاعتبار، او اذا نفت إشاعة معينة يجب ان صحيح دكتور في شفافية نعم. في شفافية الله. وهناك في طبعا أنا ما أمثل هاي العمل بيها ولكن هاي العمل بيها أعتقد أن عملهم موثوق والإدارة اللي المعنية أيضا شغالة بشكل ممتاز. دكتور محمد نبي نعرف طريقة التعامل مع المعلومات البيئية ونشرها من قبل الجميع، شلون صايرة وشلون مفروض تكون اليوم؟ المشكلة اللي نعاني منها هو أن الأخبار البيئية موجودة في كل مكان، تلقينها بالسوشيال ميديا طبعا، تلقينها بالمواقع الإخبارية، تلقين كل واحد يطلع ويعطيك خبر على اعتبار أنه هو خبير بيئي ويعطيك الخبر وانت ما تدري. الأخبار البيئية يجب أن تأخذ من مصدر واحد هي المصادر العلمية الموثقة. لما نتكلم عن البيئة احنا لازم نتكلم عن دراسات طبعاً. تكون علمية تم إثبات الحالة من خلالها. ما يصير أنا أقعد بالديوانية أو أقعد بين أصدقائي أو أقعد في مقابلة تلفزيونية وأقط لي خبر أو معلومة ما أكون أنا متأكد منها 100%. أكرر موضوع البيئة مرتبط بالصحة، فأنا أي شيء أقوله ممكن يسبب هلع يفترض أبتعد عنه إلى أن أتحقق، وبعدين يفترض حتى ما أحطها كذي أنشرها، لازم إذا كان عندي خبر معين مثلا أنا الآن مهتم في بحث معين أو في شيء معين، إذا لقيت هناك في اختلاف للمعايير أذهب إلى الجهة المعنية بهدوء أقول لهم يا جماعة اكتشفت هذا الشيء، ايش رأيكم؟ شنو نسوي؟ شنو نشتغل؟ وأترك العمل للجهة الرسمية المعنية لتتخذ ما تراه مناسبا. أما أنا أطلع وأتكلم للأمانة يعني هذا يعني مو صحيح. فأعيد يعني إجابة سؤالك هي أنه لازم أخذه من المصادر العلمية الموثقة سواء كان بالكويت الهيئة العامة للبيئة، وإذا كان مصادر عالمية تكون أيضا مصادر المخولة بإصدار نفس هذه المعلومات الإحصائية. للأسف يعني وسائل التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا تحديدا الكل بيصير مختص في مجال يعني ما هو مجاله أو حتى ما درس هذا المجال. صحيح. ومثل ما ذكرت يعني دكتور فعلا وضحت نقطة جدا مهمة، معايير خاصة داخل دولة الكويت. صحيح. أو هذا الإقليم الخاص فينا مثلا كالخليج مختص أو مختلف عن بقية الدول، فالمفروض الشخص ما يتدخل في أمور إذا ما كان مختص فيها. نعم. فاليوم لو نقول شنو هي مخاطر هذه الإشاعات البيئية داخل وسائل التواصل الاجتماعي ونشرها، انت تدري يعني حضرتك بسرعه تنتشر. صحيح. والكثر في بعض يعني نسبه كبيره من الاشخاص للاسف يثقون في هذه المصادر. المشكله الان الخطر من وراء الاشاعات هذه اذا ما كانت موثوقه هو
إحداث هلع بالشارع المحلي، بمعنى هناك كثير من الأسر ممكن تتأثر بهذه الأخبار وتخاف على عيالها مثلا طبعاً. من تلوث الهواء، من تلوث الماء، من تلوث التربة، فتلقين بدأوا يأخذون يعني احترازات هي ما لها داعي يعني. ما لها داعي، وممكن إنه ما يطلع، ممكن يغير من جدول اليومي، ممكن ما يروح الدوام، ممكن يبدأ ينشر هو، ممكن يزيد هو عاد على الخبر هذا وينشره إلى الناس، ممكن يثير حتى السخط على الجهات المسؤولة والحكومية، وقد تكون غير مسؤولة عن ما يحدث من أخبار، فترى هذا أيضا يحمل الجهات المسؤولة أكبر من حملها وأكثر من طاقتها، وهم إحنا نبي الجهات المسؤولة والجهات الحكومية تركز على أدائها بالعمل وتطوير العمل والمنشأة بذاتها، ما نبيها تكون مشغولة بتفنيد يعني إشاعات لا نعرف ما هي مصدرها. أنا ما أقولش كل الكلام أو الأخبار اللي تطلع ما هي صحيحة، لكن آلية التسويق وكمية الدقة في هذا الخبر قد تكون يعني ما هي صحيحة، فالخطر أن نسبب هلع حق نفسنا ونسبب احترازات زائدة وقد تكون مكلفة ماديا بسبب خبر طلع لا نعرف مصدره أو مصداقيته. طبعا دكتور، هذا بالنسبة إلى الإشاعات والمعلومات المغلوطة، بالنسبة إلى المعلومات الصحيحة، شنو هي دور الإعلام في نقل المعلومات الصحيحة؟ هني عاد نتكلم بشكل مغاير. اليوم في عندنا مختصين في البيئة، وفي عندنا المهتمين في البيئة أو المتطوعين اللي يحبون يشتغلون في العمل البيئي، يعني إحنا نشجعهم لعمل ما هو بيئي. طبعا على فكرة اليوم جزء من العمل البيئي هو التخصص، يعني أنا اليوم ما يصير أن حتى الأشخاص المتطوعين اللي نشكرهم يفترض فيه أنه قبل لا يسوي أي عمل بيئي يفترض يشاور على الأقل الناس المتخصصة، على اعتبار أنه لا يكون هو قصده زين ويقوم يطبق بطريقة خاطئة. لأن اليوم عندنا مثلا حملات التشجير أو حملات الزراعة أو حملات التنظيف قد تتم بهدف سامي، ولكن نتائجها قد تكون مناطق وخيمة. يعني ممكن مناسبه انواع غير مناسبه، قد تكون النباتات قد تكون غازيه غير صح. يعني غير متوطنه، فبالتالي صح. تكون سامه ايضا او تكون غير مناسبه للبيئه اللي قاعد نحطها فيها، يفترض يكون هناك في يعني عمل متناغم ما بين المهتمين في البيئه وما بين المختصين. لان اليوم السوشيال ميديا نفس ما تعرفون هي يعني اصبحت منصه، او اصبحت المنصات السوشيال ميديا هي وسيله لل حب الظهور او حب يعني البروز في مجالات معينه. ما احنا ما عندنا مشكله في هذا الشيء اذا تم تطبيقه بشكل صحيح وبشكل مناسب وبشكل مدروس. بالعكس نستخدم السوشيال ميديا للاعلان عن هذه المبادرات او للاعلان عن طرق لتخفيف تلوث معين. مثلا اليوم احنا نستخدم السوشيال ميديا لرفع الوعي المجتمعي طبعا البيئي عند الناس، ان يا جماعه بدل ما تسوون نفاياتكم تقطونها مثلا في المردم سووا لها إعادة تدوير، نقول والله إعادة تدوير النفايات العضوية تتم بهذه الطريقة، استخدم الناتج عن إعادة تدوير النفايات العضوية في البيت بالسماد بهذه الطريقة. فممكن هناك يتم استخدام السوشيال ميديا بيئيا بطريقة محفزة للجمهور بحيث أنها تكون بناءة وتنتشر بشكل عضوي وشكل نعم. يعني مناسب. الناس اللي يساهمون في هذا الجانب التوعوي كثار، واللي يساهمون بنشر الإشاعات المغلوطة كثار، لكن صح. الشخص نفسه عليه للبحث عن المعلومة اللي تفيده صحيح. ونفس الوقت إذا بيتأكد في مصادر جدا موثوقة يقدر يطلع عليها ويتأكد من صحة هذه الأخبار، وأكيد المصادر أو خلينا نقول الجهات المسؤولة راح تبث هذا الأمر وتنبه أكيد الناس بخطورة الموضوع أو خطورة هذه الإشاعات أو حتى صحتها من عدمها. صحيح. الحديث جدا مهم دكتور معك في هذا الموضوع، نبي نصيحة للسادة المشاهدين، دام قلنا إشاعات والسوشيال ميديا وغيرها من هذه الأمور، فأكيد لك كلمة ودك توجهها للمشاهدين. إذا بنتكلم عن موضوع الإشاعات فإحنا نذكر شيء بسيط، اليوم الأخبار راح تجيكم من كل مكان الحق المتلقي، سواء من السوشيال ميديا أو الأخبار الدولية العالمية أيضا ممكن تكون توصلنا، لكن إحنا دورنا اليوم ما نستقبل المعلومة ونطبق يعني ما أتى فيها، لا نبحث طبعا. نبحث أكثر، نبحث من أكثر من مصدر، لأن ما عليه الإعلام سلاح ذو حدين، ممكن يتم استخدامه من جهات بهدف يعني زرع فتنة معينة أو زرع مشكلة معينة، وبنفس المقابل هناك في معلومات صحيحة، فترى الصح سهل يبين والغلط يبين، فإذا سمعنا معلومة خاطئة خل ما عليه خل نبحث في أكثر من مصدر، وترى سهل البحث في أكثر من مصدر حتى حق الإنسان العادي، ما يحتاج أن تكونون خبراء في الموضوع البيئي،
مجرد تشوفوا هذه المعلومة منتشرة ولا بس مصدر واحد حاطها أو مصدرين، وماذا يقول الطرف الآخر، وبعدين أنتوا الواحد ممكن يحكم رأيه. وبالنهاية ننتظر الأخبار من الجهات الرسمية والجهات المعنية، وإن سمعنا العكس ولكن يفترض الجهات المعنية هي مسؤولة عن الخبر النهائي اللي تعطينا إياه، وهي المسؤولة عن أي نتائج تكون مبنية إذا كانت هي معلوماتها غير صحيحة. نعم، ولا تخافون ما راح يطولون عليكم الجهات، يعني أكيد إذا إشاعة انتشرت يعني بشكل كبير الحين ما شاء الله تويتر وغيرها من هذه الأمور ولها منصات خاصة فيها ممكن حتى صحيح. عن طريقها. إحنا شاكرين لك الدكتور محمد الصايغ خبير بيئي وعضو هيئة التدريس بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي، شكرا لك على حضورك معنا. شكرا لكم. شكرا شكرا. أكيد وخروا عن الإشاعات مثل ما قال الدكتور، وأكيد أخذوا المعلومة الأكيدة من المصادر الموثوقة ومن المختصين. بروح مع المشاهدين اسماء الى فقرة ياسي والتوحد، فقرة مهتمة باضطراب طيف التوحد وتقديم نصائح وارشادات لاولياء الامور والمهتمين في هذا المجال. خلينا نشوف معاكم شنو الفقرة. صباح الخير. صباح الخير يا كويت. سنة من السنين كنت حاضرة حق برنامج في بريطانيا، ما شاء الله عدد الحضور كان يقارب 300 شخص. طبعا رحبوا فينا وبدأوا يعرفونا على بعض وبدأوا يذكرون أعمار عيالنا كلنا. فقال المدرب إن عندنا اليوم أولياء أمور عيالهم في عمر سنتين، سنة ونص، 4 سنوات، 5 سنين، 16 17 سنة، ليه ما وصل لرقم كان طبعا باللغة الإنجليزية. فقال وعندنا ولية أمر اليوم حاضرة عمر ولدها 40 years old 40 سنة. طبعا أنا من قوة الصدمة سمعت الرقم 40 على أساس أنه 14، التفت وراي وطالعت المرة وشفتها أنها مرة كبيرة. فقعدت أفكر، سألت اللي يمي، قلت للمدرب قصده 14 سنة 14 years old؟ كان يقول لي لا 40 years old 40 سنة. رديت سألت الأخت اللي يمي وأكدت لي المعلومة أن فعلا ولية الأمر اللي حاضرة حق هذا البرنامج ولدها عمره 40 سنة. يمكن بداية الساعة الأولى من هذا البرنامج مخي وايد انشغل مع هذه المرة وليش جاية، ويا ترى يا ترى شنو سوت مع ولدها طول هذه السنين، وليش معه تقدم هذا العمر وصل لي 40 سنة وهي حاضرة معنا البرنامج. في أول بريك على طول رحت لها وسألتها، قلت لها ولدك وين موجود حاليا؟ كانت تقول لي إن ولدها في معهد صحي، في يعني حاطينه في هذا المعهد ومو موجود معاها في البيت. فقلت لها شو اللي خلاك بعد هذا العمر كله تيين وتحضرين معنا هذا البرنامج؟ فقالت لي ياسمين أنا ماني جاية اليوم عشان أدور حق شفاء حق ولدي، أنا جيت عشان أبحث عن أي معلومة تخليني في يوم من الأيام ممكن أتواصل مع ولدي. صراحة يومتها يعني عيوني دمعت وقعدت أفكر فعلا إن ليش منا إحنا كأولياء أمور في بداية الوضع ممكن إحنا ننكر ونخلي مرحلة الإنكار تأثر علينا ونطوف فرص وايد حق عيالنا، وحتى ما نبدي نتعلم أي معلومة تقدر تفيدنا وتفيد عيالنا، وممكن أيضا ما نبدي ندخلهم برامج تدخل مبكر في عمر صغير. وسرحت في ولية الأمر هذه اللي كافحت وراحت ودرست وتغربت، هي مو ساكنة في بريطانيا، عايشة في مكان ثاني، وولدها المفروض إن هي فاقدة فيه الأمل، لكن قالت لي بصريح العبارة عمرك لا تفقدين الأمل نهائيا، حاولي بكل الطرق، حاولي ان انت تتعلمين، حاولي ان انت تتعايشين مع الوضع، لكن بنفس الوقت تعلمي اي وسيلة ممكن هذه الوسيلة في يوم من الايام تفيدك، واذا ما فادتك ممكن تفيد احد ثاني. فتشوف الفكرة من هذا الموضوع ان لابد ان احنا نبدي نفكر صح شلون نقدر نتعامل مع عيالنا في عمر جدا صغير،
نبلش معاهم في عمر صغير وما نطوف فرص عليهم ولا حتى علينا، وما نفقد الأمل، لأن كثير من أولياء الأمور أسمعهم يقولون ولدي صار عمره 15 سنة وما منه فايدة، مو معقولة يتطور، ما راح أشوف منه أي شيء، ولدي هذا حده. كثير من هذا الكلام أسمعه يوميا في استشاراتي وأتضايق على هذا الموضوع، لذلك حبيت أني أنا أسلط الضوء على هذه الفكرة أن ولية أمر ولدها عمره 40 سنة وفي مصح، ومع هذا جت وحضرت هذه الدورة وتعلمت منها، ويمكن على قولتها في يوم من الأيام يتطور ولدها وتحاول أن أهما يتواصلون مع بعض. نلقاكم إن شاء الله في فقرات ثانية من ياسي والتوحد، تابعونا. وصلنا معكم كذي إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم من برنامج صباح الخير يا كويت، نتمنى أنكم قضيتوا وقت ممتع معنا، شكرا لكم. صراحة حلقة اليوم كانت جدا مهمة وحلوة وفيها كثير من الجوانب التثقيفية سواء كان لنا وإن شاء الله أيضا للسادة المشاهدين. وصلنا معكم للختام، يعطيكم العافية زملائي. يعطيكم العافية إسماء وهاشم، وكذي نقول قفال حق حلقة اليوم من برنامج صباح الخير يا كويت، نشوفكم باكر في حلقة جديدة وإن شاء الله مع السلامة. Thank you.